طاب مساءكم، أهلا وسهلا بكم للحوار في الفضاء الافتراضي حول موضوع الاستسلام ليس له مستقبل. أنا اسمي بابرا أونموسيج وأنا المديرة التنفيذية لمؤسسة حينشبرد. الاستسلام ليس له مستقبل، هذا مشروع خاص لمؤسسة حينريش بيل، وهي ما نسميه بسكول ستوري، قصص يمكن أن نقرأ عليها في الموقع الخاص بنا. هناك تجدون صور وبورتريات شيقة لثلاث أشخاص كانوا وما زالوا هم نشطين في الحركات الديمقراطية في مصر وتونس وسوريا. إذا أرحب أجمل تحية بمنى صيف وعلي الجندي ورامي الخويلي كي يتحدثون إلينا عن تجربهم في الثورة العربية، وخاصة عن وضعهم اليوم 10 سنوات بعد الثورة العربية. أننا نود اليوم أن نأخذها مثالاً ونيابة عن كل الأشخاص الشجعين والأبطال الذين كلهم قاموا بتضحية حياتهم في بعض الأحيان حتى بالنضال مكافحة والدفاع عن حقوق الإنسان. المؤلف لهذه القصص المصورة محمد أمجحيد سيدير النقاش وسيشرح لنا أيضا كيف استطعنا أن ننتج هذه القصص وكيف استطعنا أن نكسبهم من أجل أن نعرضها في موقعنا. منذ عقد من الزمن شهدنا لحظة تاريخية من المغرب إلى البحرين، قد انتفض المئات الآلاف وخرجوا بصوت عالي بالشجاعة للدفاع عن حقوقهم وحريتهم. وهذا الانطلاق في العالم العربي شجعنا، وجميعنا هنا في أوروبا شعرنا بالحماس نوعا ما. كان هناك الكثير من الأمل، أمل في العقود الاجتماعية الجديدة في العالم العربي، الأمل في إحلال المزيد من الديمقراطية والمزيد من المناصفة الاجتماعية، والأمل أيضا في الأقل من الفساد والديمقراطية. وبعد عقد من زمن علينا ليس فقط أن نستخلص عبر صلبية، حتى ولو سوريا واليمن تورلت في حروب لا متناهية ولا نهاية لها، وفي مصر يحكم النظام العسكري تحت السيسي أكثر شراسة مما كان الحال تحت المبارك. 60,000 سجين مقبوعين في السجون في ظروف ذريعة هناك. وفي المغرب والأردن العائلات المالكة قد توسعت من حكمها، ولكن مع ذلك في تونس الظروف السياسية تغيرت بشكل جذري أكثر، بينما في العراق وفي لبنان وفي السودان في عام 2019 انطلقت احتجاجات جديدة وحركات احتجاجية، حيث في السودان هناك أمل في المزيد من الديمقراطية والحرية، وهناك ما زال الحاجة إلى التفاوض، ولا نستطيع أن نتحدث في أي مكان ما عن الخروقات الديمقراطية، ولكن مع ذلك هذه الحركات الاحتجاجية تشجعنا بأن الأناس سينادلون ويستمرون في ذلك من أجل الكرامة رغم كل القمع. والحوار حول هذه المنطقة ما زال متبعاً حتى الآن للأسف، أنها موطن للإرهاب ومنطلق للعنف وخطر على الجوار الأوروبي المباشر، ونحن جزء من هذا الجوار. والانعزال والإغلاق عادة ما هو الحدث أمام حركات الحجرة أيضا التي تنشأ عن هذه عدم الاستقرار. وأن أوروبا، وهذا رسالتي اليوم وهذا يقيني التام، أوروبا يجب أن تغادر الوهم الصائد عن الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية هناك. ما هو مستقر هناك فقط الفقر وعدم وجود الفرص المستقبلية للشباب الذي أغلبية الشعب، حيث أن الأصول والأسباب التي دفعت هم إلى الثورة في عام 2011 لم تختفي، بل هم يخاطرون بحياتهم ومستقبلهم، إذ أنهم يريدون مستقبلا أفضل وحياة بكرامة. والاتحاد الأوروبي عليه أن يغير سياسته تجاه التراث، ولا يجب أن يدعمهم من خلال الملايين من اليوروهات من خلال البرامج الاقتصادية ويعززهم. وأوروبا حسب رأيي يفقد
تفقد من مصداقيتها إذ أنها لا يدافع عن أو لا تدافع عن حقوق الإنسان وهي على أساس جزء من المعايير الأساسية للاتحاد الأوروبي. مشروعنا الاستسلام ليس له مستقبل يروي قصص منى صيف من مصر التي عائلتها كانت مطبعة منذ قديم الزمان بالسجن السياسي علا الجندي التي غادرت سوريا وبدلا من أن تنتقل إلى أسرتها ولم شملها إلى السويد أصبحت مدرسة ومؤسسة لإحدى المدارس للاجئين واللاجئات في مخيم في لبنان. وأيضا قصة رامي خويلي الذي منذ عام 2011 شارك في بناء مجتمع ديمقراطي وقصته تبين أن الديمقراطية دوما عملية التفاوض صعبة وطويلة. محمد أمجحيد قد جمع قصص منى علا ورامي وسجلها وبين هذه البورتريهات الثلاثة الشجاعة الملهمة. وديالا بريسلي هي رسامة أيضا زودت هذه القصص بصور مؤثرة جدا. أود أن أشكر محمد وديالا على هذا الجهد، جزيل الشكر لجميع الثلاثة يعني منى علا ورامي. أود أن أشكرهم جزيل الشكر أيضا على شجاعتهم وعلى رواية قصتهم بهذه الشجاعة أيضا، إذ أنني على يقين تام بأننا من خلال رواية قصصهم يعرضون أنفسهم مرة أخرى إلى خطر جديد خاصة في مصر. وأنا متأثرة وممنونة جدا على أنهم شاركوا وكانوا مستعدين للانخراط في هذا المشروع لدينا. كما أنني أود أن أشكر زملائي وزميلاتي في مؤسسة هاينريش بيل الذين من خلال هذه القصص عبر الإنترنت وعلى الموقع يعني قاموا بعمل رائد. وأود أن أشكر أنس فيشر وليزا كرويتزر وخاصة الطاقم العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة أنيا هوفمان وزندرا نينينغر اللواتي قاموا بإطلاق هذا المشروع الحام والملهم. ومرة أخرى إذن جزيل الشكر والتقدير الصادق لمنى وعلا ورامي. وأنا سعيدة جدا بأن أرحب بكم هنا في مؤسسة هاينريش بيل في هذا المساء. إنه لدى وعي سوري بأنكم معنا هنا اليوم، وحتى نستطيع من خلالكم أن نتعرف على الأبطال للثورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نقف إلى جواركم وندعمكم، إذ أن وهذا الشعار أيضا القصص المسجلة في الموقع إن الاستسلام ليس له مستقبل، هذا شعارنا. ونحن نتمنى لكم أن نضالكم سينتهي إلى حياة كريمة وتحقيق حقوق الإنسان. فإذا أتمنى لكم أنكم تتمتعوا بالحرية بشكل كامل، وكل الشكر الجزيل على شجاعتكم وعلى نضالكم الدؤوب من أجل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية. شكرا جزيلا، وأسلم الكلمة الآن إلى محمد. شكرا. شكرا جزيلا لبابرا أونمسك على هذا الترحيب وعلى هذه الكلمات. شكرا جزيلا إلى مؤسسة هاينريش بيل على الدعوة كي نتناقش هنا. قبل أن ننتقل إلى اللغة العربية، إذ أن المناسبة بشكل كامل تنعقد باللغة العربية مع الترجمة، وأود أن أرحب بالضيوف المتحدثين باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية. ولو كنتم موجودين الآن في اليوتيوب يعني وتشاهدون البحث الحي هناك، تجدون في العنوان الوصل الخاص بفيديو يوتيوب، إذ أنكم لو رغبتم متابعة المناسبة باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية لا يمكنكم فعل ذلك إلا عبر وصل اليوتيوب. إذا أرجو أن تتبعوا هذا الوصل هناك حيث يكون الفيديو الأصلي البث الحي الأصلي باللغة العربية، فيمكنك الانتقال فقط عبر اليوتيوب. أخرى بابرا أونمسك، وشكرا لمؤسسة هاينريش بيل على الدعوة. أنا اسمي محمد أمجاهد، أنا صحفي ألماني من أصول مغربية، ولا داعي للخوف عشان أنا هحاول أعدل اللغة العربية عشان كل الأمة تفهمني. وقد حصلت الصيف الماضي عن إيميل من أنيا هوفمان، وهي بتشتغل
في قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة هانريش بول، وقد كانت سألتني هل أريد أن أشتغل معها ومع زملائها وزميلاتها على مشروع صحفي 10 سنين بعد الثورات في المنطقة. طبعاً قلت نعم، وحاولنا أن نفكر في إمكانية لتوضيح الصورة الحالية في مختلف البلدان في المنطقة من جهة، وتقديم إسهام صغير لكل الناشطين والناشطات من أجل حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية. معاً أدرجنا ملف صحفي. أريد أن ألقي نظرة صغيرة على الملف. ملف صحفي الذي يحكي قصص نضالية لثلاث ناشطين وناشطات من كل من تونس ومصر وسوريا. عندنا حاجة تقنية، هذا فيليب يساعدني في الأسئلة التقنية، شكرا فيليب. هنا ممكن نلقي نظرة على الملف نفسه بكل من الألمانية والإنجليزية والعربية. أنا تعلمت أن الزر هذا اسمه برجر علشان شكله زي برجر صغير. وهنا ممكن نشوف الملف باللغة العربية. والملف يحكي كما قلت ثلاث قصص لثلاث ناشطين وناشطات من تونس، رامي الخويلي، من سوريا علاء الجندي، ومن مصر منى سيف. وكنا من جهة نريد ترتيل هذه القصص، من جهة أخرى حكاية قصص مجتمعات كلها التي تتواجد في عتبة تغيير جذري ربما من قبل سنة 2011. ممكن تقرأوا كل النصوص وكل القصص عبر رابط revolutions.bull.de bull.bull.de revolutions.bull.de بكل من اللغة الألمانية والإنجليزية والعربية. النصوص بقلمي أنا، والرسومات من الفنانة السورية المقيمة بفرنسا ديالا بريسلي التي سنستضيفها أيضاً هذا المساء. الآن أريد أن أرجع هنا. هل ممكن ضيوفنا الكرام الثلاثة أن يفتحوا الكاميرات؟ لأن معايا اليوم أهلاً وسهلاً ثلاث ضيوف وشخصيات استثنائية من مصر وسوريا وتونس. لدواعي تقييدات كورونا مع الأسف هذه المرة عبر الكاميرا وعبر الإنترنت، وأنا فرحان جداً أن أرحب بالناشط والمحلل السياسي والحقوقي من تونس رامي الخويلي مباشرة من تونس العاصمة. أهلاً بك رامي. شكراً. والمدرسة والناشطة السياسية من السلامية بقرب مدينة حما في سوريا علا الجندي مباشرة من لبنان هذه المرة. أهلاً بك أستاذة علا. أهلاً وسهلاً. والعالمة عالمة الوراثة وباحثة في مرض السرطان وناشطة حقوقية من القاهرة منى سيف. أهلاً بك منى من القاهرة. أهلاً. وأول سؤالي لك يا منى، مع الأسف أخوك علاء عبد الفتاح وهو مبرمج وناشط سياسي، وأختك سناء سيف وهي صانعة أفلام، كلاهما حالياً موجودين في السجن، يتهمهما النظام المصري بشتى الاتهامات. هل ممكن أن توصف لنا حالاتهما الآن؟ أوكي. علاء في السجن من سبتمبر 2019، فاحنا فوق السنة دلوقتي. وهو الحقيقة أنه طوال فترة حكم السيسي علاء كان في السجن، علاء من 2013 في السجن وما خرجش غير 6 شهور فقط، وكان تحت مراقبة شديدة. في اللحظة دي هو في سجن شديد الحراسة 2 في طورة، ظروفه سيئة جدا. السجن خاضع تماما لسلطات الأمن الوطني، وبالتالي بيمارسوا انتهاكات يومية وكسر يومي للقانون، وحرمينه من كل الحقوق البسيطة كسجين، زي مثلا هو ممنوع تماما من الخروج والترايد، ممنوع من المياه السخنة، ممنوع من الكتب، ممنوع من الراديو، وزياراتنا بتتم في ظروف صعبة جدا، بتتم بحائل زجاجي وبنتكلم عبر سماعة التليفون.
ودي كلها حاجات قدمنا بسببها شكاوى وبلاغات كتيرة جدا ورفعنا قضايا ومفيش أي تحرك، لأنه للأسف خلال الكام سنة الأخرانيين يعني الأمن الوطني أخدوا ضوء أخضر لممارسة كافة الانتهاكات اللي ممكن تتخيلوها تجاه المعتقلين. أختي سناء في السجن من يونيو اللي فات، اتسجنت بسبب إن إحنا كنا أثناء كورونا وأثناء منع الزيارات عن السجون كنا بنحاول نعمل نطالب بجوابات بانتظام المراسلات بيننا وبين علاء ونطمن عليه، نظرا لأن هو ما عندوش أخبارنا إحنا مش عارفين نوصل لأخباره. وعملنا كذا تحرك سلمي كان نتيجته أخيرا يعني إنه سناء للأسف إحنا تم التعدي علينا وسناء اتقبض عليها، وهي محبوسة من ساعتها وبتتحاكم دلوقتي، متهمينها بتهم الإرهاب زي الباقيين، بس كمان متهمينها بتعدي على ضابط بيعمل فطورة في يوم هي أصلا ما كانتش موجودة فيه هناك، فهو اتهامه لفق تماما، لكن في اللحظة دي هي بتحاكم على أساسه. شكرا منى. أظن بأن هنسمع أكثر عن حالة علاء وحالة سناء هذا المساء. ملاحظة صغيرة للمشاهدين والمشاهدات، على منصة زوم بإمكانكم أن تطرحوا أي سؤال على المنصة بكل اللغات، باللغة العربية والإنجليزية والألمانية، وسنحاول أن نطرح كل هذه الأسئلة على ضيوفنا الكرام. أريد أن أطرح سؤال الآن على أستاذة علا الجندي معنا من لبنان. علا، أنت تشتغلين على مشروع دعم أطفال في مخيم للاجئين السوريين في البقاع اللبناني. لماذا اخترت استثمار وقتك ومجهوداتك وحياتك كلها منذ سنين الآن في بناء مدرسة وفضاء للأطفال؟ ممكن قراءة هذه القصة طبعا في الملف، ولكن نريد أن نستمع منك كيف حصلت على هذه الفكرة، ولماذا أنت تستثمرين كل هذه المجهودات في الأطفال؟ بال 2013 أول ما أجيت على لبنان كنت أشتغل مثلي تقريبا مثل كل الأشخاص اللي إجوا على لبنان كمتطوعة بفريق إغاثة بيقدموا مساعدات غذائية بشكل أساسي ولباس للاجئين بالمخيمات. كان معي ولدين، أولادي اثنين هن خارج التعليم كمان، لأنه بال 2013 ما كان في تعليم رسمي للسوريين بلبنان. وكنا نطلع يعني بالوقت اللي نطلع فيه لنقدم هاي المساعدات كمتطوعين، كنا نشوف الأطفال دائما هن برا المدارس، هن يعني عم يصيروا أميين أكثر بأكثر. يعني الولد اللي إجا لهون عمره 8 سنين كان يعرف يقرأ ويكتب بسوريا، بعد سنة هو بطل نسي يقرأ ويكتب. يمكن كمان فأولادي أكثر كانوا منتبهين على هاي القصة لأنه هن كمان محرومين من التعليم، يمكن أنا لأنه كمان كنت معلمة. بس في سبب أساسي اللي خلاني استمر، إنه أنا بعتبر جزء من اللي صار معنا بسوريا جزء من عدم المعرفة بالآليات وطرق التغيير والاعتراض وال يعني الأشياء اللي ما عرفنا نعملها أثناء الثورة، هي كان أساسها من المدارس، أساسها من التعليم، لأنه نحن بداية بالمدارس بنتدجن، بنتعلم ما نقول لا، بنتعلم نوافق على كل شيء، بنتعلم بطريقة كتير سيئة. فأنا شفت أنه هاي فرصة لنبدأ نتعلم أشياء جديدة عن المدرسة أساساً وعن التعليم بسوريا مع الأطفال. فهي أساساً الحاجة أنه ما في تعليم، وتاني شيء هو هي فرصة لنطبق أفكار جديدة عن التعليم الحر. شكراً علاء. ممكن من بعد تحكي لنا أكثر ربما على حياتك اليومية مع الأطفال ومع التلاميذ. أريد أن أطرح سؤال على رامي الخويلي في تونس. في حوارنا لكتابة الملف، رامي انتقدت سياسة تحقيق توازن وتحديد أولويات في تونس لضرر أقليات مختلفة أو أسئلة نسوية بعد ثورة 2011، يعني تقديم أي توازن خصوصاً لبعض الأطراف السياسية المحافظة مثلاً
في تونس. هل ممكن أن تشرح لنا هذا الجدال في المجتمع التونسي بين الهيكل السياسي من جهة ومجموعات تعاني من التمييز من جهة أخرى؟ بالضبط محمد، يعني الثورة التونسية قامت على مطالب واضحة، هي الشغل والحرية والكرامة الوطنية، هذا شعار الثورة اللي رفعه الشباب والشابات في كل مناطق الجمهورية. ولكن مع الأسف تم كما مثل بعض فترات التغير السياسي في العالم، هناك نوعا ما من الردة الهوية والصراعات الهوية، يعني حول مسألة الهوية، وخاصة مع صعود تيارات محافظة وتيارات إسلامية لسادة الحكم، اللي مع الأسف يعني حاولت أنها تغير طابع المجتمع التونسي عوض أنه يعني تحاول دعم مكتسبات حقوق الإنسان، وخاصة منها بالنسبة لحقوق النساء وحقوق الأقليات بما في ذلك الأقليات الجنسية والجندرية. ولكن في نفس الوقت الثورة التونسية مثلت في حقيقة الأمر فرصة تاريخية لا مثيل لها بالنسبة لكل هال يعني الزخم المرافق للمطالب النسوية والمطالب الحقوقية، لأنها أعطت ولأول مرة في تونس مجال للتحرك ومجال يعني الضغط لأنه نوصل أنه نحقق الأهداف هذه. شكرا رامي. عندي سؤال كان بدي أطرحه من بعد في الحوار، ولكن أنا بستمع لقصصكو والأراءكو والحقيقة التي تعيشونها في مختلف الدول، جالي الإحساس ربما سؤال مهم. هنا في ألمانيا وفي الغرب عامة نحب أن ننظر إلى تونس وإلى المغرب وإلى مصر وإلى سوريا وإلى الأردن إلى آخره كمنطقة واحدة، كمنطقة متجانسة بحوار ربما مستشرق، وإحنا طلبنا منكم أن تيجوا معنا هنا على المنصة من مختلف دول ثلاثة اللي أنتم تتكلموا عليها. ما تعليقكم عن هذه النظرة الغربية ربما؟ وأنا بسمع مثلا المنى الوضعية مختلفة تماما مقارنة مع الوضعية في سوريا مثلا أو في تونس، وإحنا ما بيننا ما فيش يعني حد، إحنا نتكلم بكل راحتنا ما فيش مشكلة يعني. أول حاجة؟ أيوة تتفضلي. أوكي. هو برضو وضع غريب حبة، إنه بالضبط إنه في نظرة كده مستشرقة بتتعامل مع المنطقة كده أنها لوكشة واحدة وإحنا قد كده مختلفين، مش بس مختلفين في الظروف اللي بنتعرض لها، مختلفين في نضالاتنا ومختلفين في حاجات كتير أوي. لكن كمان الحقيقة برضو إنه في كونكشن متخطي الوضع اللي احنا فيه، يعني في الآخر ما حدش يقدر ينكر إنه الثورة التونسية ادت دفعة كبيرة جدا 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 لينا في مصر هنا، وخلتنا يعني نتعامل مع 25 يناير ونتحمس ل 25 يناير بشكل مختلف جدا عن لو ما كانتش حصلت. وبعدين سوريا والبحرين، يعني كمان في حاجة في الإحساس بتاع إنه التجارب النضالية اللي مرت على مدار العشر سنين هي تجارب مشتركة ما بيننا، وإنه كل حد فينا بيأمل إنه الثورة اللي بعده بتاعت بلد تانية تتعلم منه. أعتقد لو سألت كتير قوي من جيلي في المصريين هيقولوا إن إحنا معتبرين إنه أكبر إنجازات ثورة يناير هي إنها درس لكل الشعوب اللي بعدها إيه الحاجات اللي يتفادوها. وبالتالي كنا بنقعد نتفرج على السودان وبنقعد نتفرج على اليمن وبنقعد نتفرج على كل حد ونفكر نبقى مركزين قوي في ايه الاخطاء اللي احنا عملناها اللي مش هيكرروها. بس كمان عايزه اقول حاجه تانية، انه في حاجه في جيلنا والاجيال الاصغر مننا متخطيه المنطقه، يعني احنا كمان بنتابع اللي بيحصل في امريكا باهتمام جدا، وبنعتبره بنعتبر حركه مثلا بلاك لايفز ماتر كونكشن للي بيحصل معنا هنا. في حاجه متخطيه كل الحدود وكل التقسيمات الجغرافيه، وبتخلي الشعوب حوادثهم توصل ببعض، وبتخلي كل حد فينا بيتطلع لاي حركه تحرر في اي حته وبيعتبر اي انتصار ليها هو دعم لي هو في الموقف البشع اللي هو فيه هنا. يعني
شكرا منى. أي تعليق من عند رامي أو علا؟ فقط ربما أكيد يعني موافق تماما منى على التحليل نتاعها. المنطقة ربما لو صح تسميتها بمنطقة، يعني على الأقل جغرافيا هي منطقة، ولكن يعني حتى تاريخيا حضاريا يعني التركيبة المجتمعية في مجتمعاتنا مختلفة جدا، ولكن ربما تزامن الحركات الاحتجاجية في مختلف الدول يخلينا ننظر لمختلف الاحتياجات على أنها واحد، ربما وصولا إلى حد الحراك الجزائري والحراك في السودان يعني مؤخرا، وغيره من الحركات الموجودة حتى في لبنان وغيره من الدول المنطقة. ربما تونس كانت دائما يتم اعتبارها كمثال ناجح، وهذا نعتقد شو أنه ساعد الحراك في تونس، لأنه كانت دائما مقارنة مع دول يا إما رجعت الدكتاتورية وإلا دخلت في حرب أهلية ولا غير ذلك. ولكن نجاح تونس لا يعني أنه الشعب التونسي أحسن من غيره، ولا يعني أنه الشعوب الأخرى أقل منها من هذا. في عدد كبير من المعطيات كما قلت سابق، يعني من المعطيات التاريخية، المعطيات الجيوستراتيجية، من معطيات أنه ربما الثورة التونسية استنفعت من أنها كانت الثورة الأولى، يعني حتى النظام في حد ذاته ما كانش عنده الوقت أنه يجمع نفسه وأنه يتعامل مع الثورة اللي كانت واقعة بالسرعة الكافية اللي ممكن منها إخماد الثورة. شكرا رامي. علا، أنا بدي أضيف شيء صغير، إنه في أشياء كتير مشتركة كانت، وأهم النقطة اللي حكيت عنها منى إنه كيف بداية الثورات بتونس ومصر شكلت لحظة عن جد تاريخية حماسية كتير كبيرة للشعوب ببقية البلدان وتحديدا بسوريا، لحتى تبدأ الناس تتحرك وتنظم نفسها لتعمل حراك من نوع ما. بس في النقاط الاختلاف اللي هي كتير لازم ننتبه لها بين الثورات بهي البلدان، أهمها هي نقطة البداية، أن حالة الديمقراطية وحالة الحراك المدني بالبلدان بلحظة البدء هي اللي سببت مسارات مختلفة بعدين. يعني حالة الديمقراطية والحراك المدني بتونس بتختلف عن مصر بلحظة البدء بالانتفاضة، وبتختلف بالتأكيد عن سوريا بشكل كتير كبير. والأفكار عن العمل الجماعي، الأفكار عن التنظيم الجماعي كانت بتختلف بين هاي الدول. بعدين بشوف أنه مستوى العنف اللي تمارس ضد المنتفضين بالبدايات كانت كتير بتختلف كمان، وأدت لاختلاف بالمسارات. يعني بتذكر أنه نحن بسوريا كان حلم وما زال هو التجمع بساحة، وأنه نعمل أنشطة معينة بتعبر عن أفكارنا كمنتفضين ضد النظام عنا، كان حلم وما زالت ما قدرنا نحققه طوال الفترة الماضية. وامتلاك الساحات العامة هو شيء جوهري بصراحة بالانتفاضات، شيء كتير مهم وبيعطي فرص للتنظيم أكثر بكتير من غيره. كمان يعني بحس إنه في كتير اختلافات بطبيعة التدخل الدولي وشكله وعمقه الدولي والإقليمي كمان. فهي النقاط بحس الثلاثة هي اللي بتحرف أو هي بتأثر على المسار، مشان ما نقول بتحرف، هي بتأثر على المسار بعد 10 سنين أكيد، ولازم نفكر فيها منيح. شكرا علا. أظن بأن التحليل بأن كانت في 2011 لحظة تاريخية، هذا يعني أظن بأنه تحليل لائق جدا. في نفس الوقت أنا بدي أكلمكم الآن في اليوم، مش في 2011 وبس. وأرجع إلى منى سيف، ممكن منى نتعرف شوي على حياتك اليومية وأنت بتكافحي علشان
تحرري أسرتك من السجن، يعني حاجة لا ممكن أن نتخيلها ولو لم نكن في نفس الوضعية. أين تجدين القوة يوم بعد يوم أن تكافحي ضد نظام يعني؟ طيب، أولا أنا فين بلاقي القوة؟ ده سؤال عجيب حبة. أنا حاسة إنه ما عنديش اختيار. ما عنديش اختيار مش معناها إنه أنا مجبرة ومتضايقة أن أنا بعمل كده، لكن ما عنديش اختيار معناها إنه اللحظة دي بالنسبة لي هي إن أنا في معركة بقاء ومعركة سيرفايفل ليا ولأسرتي ولأي فرص لمستقبل ممكن يبقى عندي أنا وعيلتي. في حاجة في طريقة تعاملي اتغيرت بالذات في آخر سنتين. احنا بنتعامل مع بطش نظام السي سي من 2013 ومع كم مروع من العنف والمذابح، لكن الحقيقة انه رغم ده كله، وهتلاقي كتير من اهالي المعتقلين حاسين بنفس الحاجة مشتركين معايا في الاحساس ده، انه كان دايما في احساس انك بتحاول تكمل حياتك تمارسها بشكل عادي وتخليها تمشي بشكل متوازي لمتابعة يعني حبايبك اللي في السجون لحد ما يخرجوا وتستعيدوا حياتكم. ده كان احساسي وكان احساس اسرتي لما كان علاء بيقضي حكم 5 سنين. ولما علاء خرج في مارس 2019 رغم انه كان عليه مراقبه، كنا متصورين انه دي اللحظه اللي هنبتدي كاسره نتعافى ونسترجع حياتنا بشكل طبيعي حبه بحبه لحد ما يخلص تماما من كل العقوبات اللي عليه. الحقيقه ان احنا فوجئنا جدا لما اتخطف واتحبس تاني واتحط في ظروف اسوا، وتفاجئنا جدا لما بقى في تصعيد جدا لمستوى العنف اللي بيمارس ضد عيلتي، انتهى بانه اختي في السجن هي كمان دلوقتي. سناء عندها 27 سنه ودي ثالث مره تتحبس في نظام السيسي، اتحبست مرتين قبل كده سنه وثلاث شهور وست شهور. ففي حاجه فيها اتغيرت من وقتها، عشان كده لما كنت بتعرفني وبتقول ان انا باحثه واعمل في مجال السرطان انا ضحكت، لان انا بكل أمانة أنا مش حاسة أن أنا لا باحثة ولا عالمة. أنا بقالي أكتر من سنة من ساعة الحبسة الأخيرة لأخويا وأنا تخليت عن كل أدواري التانية في الحياة، لأن أنا مش قادرة أشوف نفسي أي حاجة غير أخت معتقلين في اللحظة دي، ومش قادرة أشوف أي أولوية أخرى غير أن أنا محتاجة أنجو بإخواتي. وخلال الرحلة دي على قد ما أقدر أنقل أصوات وقصص عائلات وأسر ثانيين كتير بيتعرضوا لنفس اللي احنا بنتعرض له. وبالتالي أعتقد أنك لو سألت أي حد له زوج أو أخ أو ابن في أي سجن بتعمل ده ليه، هيقولك لأنه حبايبي جوه. يعني أنا في الآخر محتاجة أطلع مش بس علاء وسناء، لكن أنا ليا أصحاب وليا محامين وليا زملاء وليا كم وليا شباب وأطفال اتعرفت على أهليهم على باب السجن وكده. كل دول حيوات يعني معتقلة وأسرهم محطوطين في الوضع اللي احنا فيه، والطريقة الوحيدة عشان استكمل اي حياة هو ان انا ان هم يخرجوا وان اخواتي يخرجوا، وبالتالي نبتدي نشوف هنعمل ايه. فلازم يبقى عندي قوة. بس منى، يعني القبض على علاء والقبض على سناء بدون أسباب يعني، وبيرجعوا يقبضوا عليهم تاني وتالت مرة، ده ما بيخليكش حيرانة؟ يعني أنا بتخيل يعني إيه ممكن يعني تعمليه بالضبط عشان تعرفي يعني أوكي أنا ممكن أكلم مع هذا النظام أو أوديه أي معلومة، أو يعني اليومية يعني الاستراتيجية اليومية بتاعتك شكلها عاملة إيه؟ أوكي. أولا هو بدون أي سبب، بمعنى بدون أي سبب لحظي، لكن السبب الكبير دائم. احنا اللي شايفينه بقالنا سنين، يعني اولا نظام السيسي لما جه كان بيحاول يوقف اي نوع من الحركات المعارضه، وبدا بالاخوان واتقل على كل التيارات المدنيه، فهو كان بيحاول يوقف اي مساحه للمعارضه موجوده على الارض واي صوره من اشكال التحركات اللي كانت مستمره من 2011، وما كانش عنده مانع يعمل أقصى قدر من المذابح والعنف عشان ده يتم. بس كمان اللي حاصل دلوقتي إن هم مش مستنيين أسباب، بمعنى إنه النظام الحالي عايز يسيطر تماماً على كل أوجه الحياة العامة في مصر، ويوحد كل أنواع الخطاب. فبالتالي أي مواطن مختار إنه يبقى عنده صوت حر ويعلق على أي حاجة بتحصل في البلد، أي حاجة فعلا، يعني ما بقول أي حاجة مش ببالغ،
اي حاجه، بمعنى انه احنا عندنا دكاتره اتقبض عليهم عشان اشتكوا من سوء الاوضاع في المستشفيات اثناء مواجهه جائحه الكورونا. عندنا اهالي مرضى في مستشفيات ظروفها سيئه لما اتكلموا على الاوضاع اتقبض عليهم. فقصدي احنا بنتكلم في وضع عندنا ناس بيتقبض عليها عشان كتبوا على فيسبوك جمله. فالحقيقه بنات هي التيك ان توك مثلا بنات التيك توك بالظبط اللي هم بيعملوا يعني محتوى ترفيهي، فاحنا الحقيقه ان احنا في لحظه فيها انه اي مواطن لسه عايز يحافظ على حريه رايه في اي حاجه على ابسط الامور في مصر بيتحول في نظر هذا النظام الى اكتيفيست، الى ناشط، وبالتالي ينفع في اي لحظه يتم البطش بيه. انا الحاجه اللي انا بعملها هو ان انا يعني انا واهالي كتير، هو وزي ما انا من اول مشاركتي في الثوره انا مهتمه بان انا احكي قصتي، ومهتمه بانه قصتي تشبك مع عدد اكبر من قصص ناس كتير يمكن ما عندهمش نفس الدعم ونفس البلاتفورمز اللي انا اقدر اوصل لها. فانا بحكي عن وانا واقفه قدام السجن، وبحكي عن الاماكن اللي بروح بقدم فيها بلاغات، وبحكي عن الاهالي اللي بقابلهم، وبحكي عن قصتي، بحكي عن أحداثي اليومية، وبيها بحكي عن باقي قصص، وبحاول أوثق وانقل صوتنا اللي هو ما بقاش موجود في الإعلام عندنا. احنا عندنا كل المنصات الإعلامية دلوقتي بلوكت بشكل رسمي من الدولة يعني، فبحاول إنه مساحتي إنه صوتي وإنه قصتي تبقى كمان مساحة لنقل قصص ناس بي 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 بيمروا بمظالم شبه أو متقاربة مع اللي أنا فيه، يعني يمكن ده يساعد في تغيير حاجة. شكرا منى. مشاهدين الكرام، لسه بإمكانكم طرح الأسئلة على منصة زوم على زر Q&A أو F&A على حسب لغة البرنامج التحت عندكم في النافذة. عندنا بعض الأسئلة التي سأطرحها بعد قليل. قبل ذلك أريد أن أسأل علا الجندي. علا، لا شك أن الوضعية في سوريا مقلقة جداً جداً جداً، بعد سنين من الحرب على رأسها نظام أسدي عنيف لا إنساني، وأنت قريبة جداً في نفس الوقت، أنت عايشة في لبنان وقريبة جداً من سوريا. كيف تنظرين إلى بلدك اليوم 10 سنين بعد بداية الثورة، وبماذا تحسين شخصياً عند قراءة الأخبار مثلاً؟ ما سمعت محمد آخر السؤال؟ ما في أي مشكلة. السؤال هو عندما تقرأين الأخبار من سوريا وهي أخبار مقلقة يوما بعد يوم بعد يوم، بماذا تحسين وأنت قريبة جدا من بلدك من سوريا؟ أنت يعني في لبنان، يعني ممكن تاخذي أي سيارة وتروحي يعني بضعة ساعات وتكوني في سوريا. ما هو إحساسك وأنت بتشاهدي الوضعية في سوريا تحت نظام أسد عنيف؟ بالمناسبة أنا بيني وبين الشام أقل من ساعة، بس أول مرة كنت قريبة فيها على حدود يعني كان تقريباً ثلث ساعة بيني وبين الشام، فكرت أنه أنا بيني وبين بلدي نص ساعة وديكتاتور، أنا ما فيني أدخل على سوريا أبداً أبداً، يعني لأنه أنا ما زلت مطلوبة للنظام. بفكر إنه يعني أكثر شيء بيخطر على بالي دائماً لما بسمع الأخبار وبتكون الأوضاع سيئة بسوريا إنه لازم ضل قريبة، ما لازم بعيد، لأنه ما بعرف إذا كنت عم فيد شيء الناس جوا سوريا أو فيني أعمل لهم شيء، مو ما بعرف، متأكدة إنه ما فيني أعمل لهم شيء، بس على الأقل فيني أحس، فيني اسمع اكثر، ممكن اكون قريبه باي لحظه بقدر ارجع فيها، وفيني اعمل شيء لانه هلا فيني ارجع، بس ارجع وانسجن. بس يعني بالنسبه لي من يعني مثل ما قالت منى شوي، انه بجرب انا ما فيني اعيش اي يوم طبيعي ولا اي حياه طبيعيه، وبجرب حافظ على هذا الشيء إنه أنا ما بدي أرجع لحياتي العادية، ما بدي أرجع لاهتماماتي العادية، لشغلي العادي اللي كان قبل هالعشر سنين. نحن طالما بلدنا مو بخير فنحن مو بخير، ولازم نكون دائماً عم نعمل أشياء
أنا بجرب أعملها وبكون كثير مرتاحة لما بتكون فوق طاقتي، لأنه بحس إنه أنا عم بعمل شيء وعم حاول، على الأقل عم حاول أعمل شيء للناس اللي موجودة هون. بفكر بإنه نحن يعني بلبنان أبداً ما لنا بعيدين متمسكة بلبنان، لأنه أنا عم بشتغل مع أهل بلدي، والوطن يعني بمحل معين هو الناس، هو أهله، وهو مكان اللي أو بالحالة أو بالوضعية اللي فيه يعطي وياخد من هدول الناس بدون حساب. الوضع بسوريا كتير كتير سيء، لدرجة أنه أنت كل لحظة بتفكر أنه الناس عندها كهرباء ولا لا. يعني الكهرباء بتجي ساعتين باليوم بس، في مي لما لا، في غاز لما لا، في تدفئة لما لا. ما فيك تسأل حدا بسوريا كيفك يعني أبداً، لأنه الناس ما أنا منيحة نهائياً. بتخجل تسألين، بتخجل تقلين أنا طالعة مشوار، بتخجل تقلين أنا عم بركب سيارة بشكل طبيعي عم عبي بنزين، بتخجل كتير من 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 هاي القصص. ما بعرف إذا من أبسط شيء، يعني بتخجل تقلين أبسط شيء بتخجل تقلين يا. فبس دائما بفكر انه نحن عم نعمل، نحن عم نعيش هون بلبنان مثل وقت ضايع، يعني لا شوي اخف معاناه، اكثر امانا بشوي منيحه. فلازم نتعلم، لازم نعمل تجارب جديده، لازم نختبر اشياء جديده، لحتى قد ما فينا ما يكون هذا الوقت ضايع نهائيا، لحتى لما نرجع حاملين معنا شيء ممكن نرجع نبني فيه هذا البلد. ما فقدت الأمل ولا يوم إني أرجع على سوريا، بس بحس أحيانا إنه صار كتير بعيد، صار كتير صعب، بس ما فقدت الأمل أبدا. يمكن مو أمل، يمكن هو حلم، بس ما بعرف. ممكن أعقب وأقول حاجة محمد؟ اتفضلي. أوكي. كنت عايزة بس أقول حاجة استكمالا لنقطة علا كانت بتقولها، أنا عايزة أعيش حياة طبيعية. هو بس الفكرة الحقيقية، وده لينا كلنا غالبا، إنه ده شيء مستحيل تحت الأنظمة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. لكن أنا الحقيقة أن أنا نفسي أعيش حياة طبيعية. الحقيقة أنا نفسي أخطط لحياة فيها شغلي وفيها تخطيط لأطفال، لكن كل ده كأنه لازم أدوس عليه بوز، لأن في حاجة ملحة أكتر، وفي لحظة فيها يعني لحظة سيرفايفل مهمة ليا وللناس اللي عايشين هنا، عشان نوصل لحتة ولو أفضل نسبيا نقدر نتخيل فيها مستقبل أو نعيش فيها حياة طبيعية. لكن يعني طبعا ما أقدرش بقى حتى أتخيل لو أنا حاسة كده وأنا هنا في مصر، حقيقي ما أقدرش أتخيل السوريين بيحسوا بإيه في الظروف اللي هم فيها. لكن أنا فعلا أعتقد أن احنا كلنا ثورتنا ونضالنا قايم لأن احنا نفسنا نعيش حياة طبيعية، نفسنا نعيش حياة طبيعية في ظروف أدمية وآمنة. يعني كما مكتوب في الملف، رغما عنك ناشطة، رغما عنك. مع الأسف. أول تعليق وأول سؤال موجه لرامي الخويلي في تونس، فيها حد في الجمهور بيكتب بأن رامي يتحدث عن أن حركة النهضة أرادت تغيير نمط المجتمع، في حين أن رئيسة بلدية تونس امرأة غير محجبة وتنتمي لحركة النهضة. هل هذا يعتبر تغيير لنمط المجتمع؟ طبعاً شكراً على السؤال، لأنه سؤال يطرح دائماً. حركة النهضة حركة ربما مقارنة بالحركة الإسلامية في بعض الدول الأخرى ربما تعتبر أقل تشدداً، هذا ما فيه كلام. ولكن وجود رئيسة بلدية في تونس هذا ليس رو اختيار من حركة النهضة، هذه نتيجة نضالات قام بها المجتمع المدني التونسي أساساً لفرض التناصف في رئاسة القائمات في الانتخابات البلدية، اللي خلى أنه اليوم يعني عدد كبير من رئيسات البلديات في تونس هنا نساء. يعني هذا بطبيعة الحال مش اختيار فقط من عند حركة النهضة، ولكن هذا يلعب عليه الحركة الإسلامية. نعرف أنهم في إطار محاولة
يعني تحسين الصوره نتاعهم في الـ في الـ في الـ في الـ امام المجتمع الدولي، ايجاد اشخاص ربما النساء غير محجبات، والا اشخاص ربما لا ينتميوا هيكليا للحركه ولكن وضعهم في بعض الاماكن كوزارات والا كرئاسة بلديات وغيره، حتى يسوقوا لصورة أخرى عليهم. لكن الواقع أنه المحاولة اللي قامت بها حركة النهضة خاصة في سنوات 2012 و2013 كانت محاولة جدية وفعلية للارتداد بالمجتمع التونسي إلى الوراء. يعني الدستور اللي الصياغة الأولى للدستور يعني مخيفة ومخيفة جدا، يعني حتى بدرجات يعني أسوأ من الدستور المصري الحالي، ولا أسوأ من معظم الدفاتير اللي موجودة في المنطقة. وكان لازم يعني نضالات كبيرة من المجتمع التونسي، يعني مئات الآلاف ربما يخرجوا للشارع، يعني حتى أكثر من وقت اللي كانت فيه تونس في وقت الثورة، لفرض تغيير هذه النسخة اللي اقترحتها حركة النهضة للدستور. شكرا رامي. فيه سؤال آخر ربما أوجهه لمنى، بس في نفس الوقت لو رامي أو علا لو بدكم تعلقوا من بعد ألف مرحبا. في حد بيسأل عن دور وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا بعرف بأن منى عندك عشرات الآلاف المتابعين لا الحقيقة أنا في ألمانيا بكتب يعني بكتب بيجيلي يعني متابعين يعني اثنين، بس أنت ما شاء الله عليك عندك عشرات آلاف المتابعين والمتابعات. ما دور وسائل الإعلام ربما كمان في حملة تحرير سناء وعبد الفتاح مثلا؟ طيب من الأول يعني وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد كان لها دور كبير في كل اللي بيحصل معنا دلوقتي، يعني من وقتها لحد دلوقتي. هي في الآخر وسائل networking، وسائل تشبيك، وسائل إن الواحد يحكي بيها وينقل اللي بيشوفه إلى آخره. في أول الثورة احنا استخدمناها أو كتير مننا استخدمها عشان نشبك ونتحرك داخليا، يعني عشان نتفق هنتحرك فين 25 يناير و28 عشان نبعت نداءات مثلا مساعدات طبية مساعدات قانونية إلى آخره. أنا فاكرة كويس قوي إن أنا في الأول كنت بكتب بالعربي لأني كنت مهتمة قوي بنسق داخلياً، وبعدين في خلال 18 يوم نقلت اللغة للإنجليزي لأن كنا وقتها أغلبنا مهتمين بأنه اللي بيحصل عندنا يتنقل برا. وبعدين بعد 18 يوم لما ابتدينا بقى ندخل في مواجهات بالأساس مع المؤسسة العسكرية من أول 2011 ثم الإخوان ثم المؤسسة العسكرية، بقت أكتر بتستخدم عشان نتواصل داخليا ونوصل لمجموعات مختلفة في مصر كلها وننقل قصتنا العالم، بس كمان ان احنا نفرض سردية، نفرض ناراتيف في الفضاء العام بيحكي صوتنا وقصتنا يقابل الناراتيف بتاع الاعلام الاساسي. اللحظة دي بقى تحت حكم السيسي تقريبا هي دي المساحة الوحيدة للنشاط. احنا ما بقيناش بنقدر نعمل اي نشاط على الارض، اي مظاهرات او اي احتجاجات بيتم التعامل معها بعنف غير مسبق. انا مش فاكره اخر مظاهره اتعملت امتى. في اللحظه دي في بعض الاحتجاجات العماليه اللي ابتدت تبدا، لكن كل ده برضو معمول في مساحه خوف ومساحه قلق من اي عنف. أبسط المثال لما والدتي قررت تبات قدام سجن طورة عشان جواب جابوا لنا ستات ضربونا وسحلونا وسرقونا وما فيش أي حاجة حصلت. فإحنا في لحظة فيها مستوى العنف صعب جدا ومستوى تواطؤ المؤسسات في أنها تستخدم كأدوات لقمع وتعنيف وفرم أي حد بيحاول يقول أي حاجة مختلفة مرعب. فمساحات التواصل الاجتماعي هي حقيقي المساحات الوحيدة اللي بقي لنا عشان نعبر عن صوتنا، عشان نحكي سردية مغايرة للدولة مصرة تفرضها، عشان أي حد حتى عشان نوصل استغاثاتنا، وعشان ننظم جهودنا في أي حاجة من أول المشاكل اللي علاقة بالإختفاء القصري والتعذيب والإعدام، يعني من أول الملفات الحقوقية لحد اسطوانات الأكسجين اللي محتاجينها في الكورونا. يعني دلوقتي في لحظة مواجهة الوباء لأن تعامل الدولة مع الملف سيء جدا جدا جدا، فالمواطنين بيلجأوا للمساحات التواصل الاجتماعي عشان
يعملوا كل الحلول البديلة في أي حاجة، سواء صحة أو اجتماعية أو سياسية. فأدوات مهمة جدا لينا. على الجندي. محمد، اتفضل اتفضل رامي. تعليق صغير فعلا، ربما تعليقا على ما قالته صديقة منى، فعلا هو مثلا في تونس يعني عرفت في تاريخها تحركات يمكن أكبر بكثير مما عرفته في 2010 و2011، لكن الاختلاف الأكبر كان تعميم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي اللي ساهمت بدرجه كبرى في نجاح الثوره التونسيه، لانه مع اغلاق يعني التام للفضاء الاعلامي في تونس. لكن ربما في الوقت الحالي وسائل التواصل الاجتماعي دخل فيها يعني القوى المتنفذه، عرفت اهميه وسائل التواصل الاجتماعي، دخول المال الفاسد في لشراء الصفحات الكبرى و في تونس مثلا، على الاقل في المثال التونسي، كان لها تاثير سيء جدا على مسار الثوره، يعني توجيه الراي العام وتبييض لسياسيين فاسدين وايصال لسياسيين فاسدين للحكم وغيره وغيره. شكرا رامي. علا الجندي، كنت حكيتي لي على تنسيق مجموعات نسويه بين الثوره السوريه على الفيسبوك، ربما ممكن تعلقي شوية على الموضوع وعلى دور وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لنقل الصورة من داخل ربما سوريا. أي ببداية الثورة كان الفيسبوك هو أداة أساسية لحتى ننظم وننسق كثير من الحراكات والنقاشات اساسا بيننا وبين بعض، لانه كل حركه عندنا كان بدها كثير تجهيز قبل مهما كانت بسيطه، وكثير نقاشات وكثير حساب مخاطر وما بعرف ايش، فهاد كنا نعمله كله الصراحه على الفيسبوك. هلا يعني انا بس بدي اقول شغله، انه انا بفكر دائما باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسيف ذو حدين. الحد الأول هو فعلاً بيعطي مساحات واسعة وأكثر أماناً وأكثر يمكن حرية شوي، بس استخدامه كمساحات وحيدة أو التفكير فيه كمساحة وحيدة للتعبير ولا لإعداد الحملات المناصرة والنقاشات، هو هذا شيء كتير خطر، لأنه مثل ما صار معنا حتى أيام الثورات. رح أحكي لكم شغلة ولو بسيطة، عملنا نشاط بأول 2012، نهاية 2012 بمدينة اسمه الشارع إلنا، كان إيفنت على الفيسبوك ونحن جربنا ندعمه، أنا شخصياً مو أنا اللي عملت الإيفنت بس أنا شفته، جربت أدعمه بأنه ناس كتير تشارك فيه. هو فكرته أنه ينزلوا أشخاص معارضين على الشارع بمساحة محددة، من نقطة لنقطة محددة بزمن محدد، 5 دقائق 10 دقائق، يعني وقت كتير قصير، نمشي بس صامتين. كل التجهيز لهي الفعالية صار على الفيسبوك، نزلنا بأول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة بأعداد قليلة. بالمرة الرابعة نحن الأشخاص اللي كنا عم ننظم وندعو لهذا الحدث، تفاجأنا بكم الناس اللي عم تشارك فيه بدون ما تكون هي شافته على الفيسبوك وبدون ما تكون اندعته على الفيسبوك، اندعت له عن الفيسبوك أو شافته على وسائل التواصل. فبهي اللحظة أنا حسيت أنه، وأكيد نحن هلأ كلنا بنعرف أنه القوة للناس اللي هي ما ناشطين، اللي هن ما بيعملوا ما بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بفعالية مثل اللي بيستخدموا الناشطين، والناس الجماعات والشعب له مزاجية معينة، بدك تفهم اللحظة والحاجة والمصلحة له بالنزول على الشارع والمقاومة تبعه. فلما نعتمد، أنا بشوف أنه وسائل التواصل الاجتماعي هي للناشطين ولخلق مناسبة معينة نحن نتنظم حوله، ولكن الشارع شيء مختلف. لما بعتبر وسيلة التواصل الاجتماعي هي مساحة وحيدة، فأنا عم بلغي مساحات كتير كبيرة ما عم بستثمر فيها وما عم فكر كيف منفعلها. يعني أنا بشوف هذا شيء كتير خطير، لأنه بالنتيجة القوة للناس اللي بتنزل على الشارع، مو لأنه عم تناقش ومو لأنه عم تندعى ومو لأنه عم يعني مو بسبب حملة مناصرة ولا بسبب، يعني فهمت علي كيف، عم تنزل بمزاجية معينة وبلحظة لازم نفهمها، نرجع نفهم شو اللي نزل الناس على الشارع
بهالأعداد الضخمة والكبيرة، وشو اللي عم يمنعها هلق، وين غلطنا وين أصبنا. أما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهاي الطريقة، أنا بشوفه كمساحة وحيدة، بشوفه كتير شيء خطير وكتير شيء عم يقلل فاعليتنا نحن. وفي سؤال سألته لمونة بالبداية، ليش على، ليش دائما على، ليش دائما أشخاص معينين بتروح على، بتروح على السجون، رغم إنه في 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 كتير ناس بتتحرك. أنا بشوف أنظمتنا كتير عندها قوة بأنه تعرف مين الأشخاص الفاعلين ومين الأشخاص اللي بيحركوا بالشارع واللي بيحركوا حول قضايا تهم الناس بمجموعة بجموعة، مو 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 مين بيكتب أو مين بيناقش أو مين بيعمل أبحاث ومين بيعمل دراسات. وبعتقد بيستهدفوا هدول الناس لشل فعالية الجموع، مو بس لحتى نبطل نفكر، مو بس لأنهم بيفكروا منيح، لأنه هني فعالين بالحراك اللي على الأرض، بالحراك اللي بالشارع. يعني أنا هاد بحب كتير أحكي عن إنه ما نفكر فيه كمساحة وحيدة، ننزل مع الناس ونشوف كيف هي عم تفكر. مساحة من مساحات كثيرة ربما، بس فيه مساحة لو نزلت مثلا في القاهرة هتيجي دبابة وهتموت، يعني بقى يعني صعب ربما في بلدان مختلفة تنزلي يعني في الشارع. أظن فكرة مهمة في نفس الوقت. بس إحنا معانا أسئلة كثيرة الآن من الجمهور، وممكن طرح المزيد من الأسئلة، سأرجع لها بعد قليل. أريد أن نادي الآن بسرعة ديالا بريسلي من فرنسا، وهي الفنانة والرسامة السورية المقيمة بفرنسا. أهلا بك ديالا. مرحبا. مرحبا، شكرا جزيلا على رسوماتك الجميلة التي توضح بطريقة فنية قصص ضيوفنا اليوم، اللي هي قصص نفس الوقت حزينة ربما، ولكن الرسومات جميلة جدا. شكرا. أنا كان بإحساسي، وإحنا كنا بنتكلم عندما يعني كنا بنحاول، أنا بكتب النص وأنت بترسمي، كنت بحس بأن خصوصا قصة علا الجندي أثرت في إحساسك، ويعني قصة امرأة سورية قوية كافحت ولا زالت تكافح ضد النظام شرس من أجل اللاجئين. ربما ممكن توصف لنا أحاسيسك أو طريقة أو عملك الفني في إطار هذا الملف. يعني الحقيقة أكيد قصة علا أثرت فيني، لأنه في كتير قصص مشتركة، يعني نفس المشوار أخذناه. يعني إحنا بلشنا بسوريا، وأنا كمان صدف إني نزلت على بيروت، عشت سنتين واشتغلت بالمخيمات. أنا ما لي علاقة أبداً بنظام التعليم، بس كمان الفن هو أداة، فقررت إني استعمل الفن لحتى أدعم التعليم البديل بالمخيمات. فبتذكر إنه التقينا يمكن بشكل كتير مقتضب، يمكن 5 دقائق أنا وعلا، بس ولبنان صغيرة يعني في آخر المطاف. فيعني صدف إنه قررت أنزل على لبنان لحتى بلش مبادرة إني أعمل جداريات بالمخيمات بلبنان، لحتى شجع الأولاد يرجعوا على المدارس، واللي هي مدارس كتير متواضعة أكيد على بتعرف، وهي عبارة عن خيام، ويعني عن جد بيطلعوا العيون لحتى نقدر نحقق هذا الشيء. أنا هلأ بفرنسا بحاول من فترة لفترة أبعت جداريات، قررت أبعتهم أرسمهم على كانفاس كبير، لأنه بكل الأحوال الخيام حيطانة وماشى، فقررت أني كمان أرسم على هالقماش وأبعته يتعلق على الخيام. ديالا، أنت كنت في سوريا بتشتغلي وبترسمي في مجلة أطفال اسمها زيتون وزيتونة، وكمان حكيتي بأنك كنت بتشتغلي على رسومات وفن لما كنت عايشة في لبنان، والآن أنت عايشة في فرنسا. ممكن توصف لنا شوية شغلك في الغربة، كيف كفنانة ممكن تشتغلي وأنت
في آخر المطاف، بعيدة جدا عن سوريا، بعيدة جدا عن كل ربما المواضيع التي تخص أو تمس بالأطفال عند علا في المدرسة مثلا. هلأ الحقيقة أنا يعني 90% من شغلي هو لقضايا بتخص سوريا أو شيء له علاقة بالوطن العربي، بس عن جد 90% له علاقة بقضايا بتخص سوريا. حتى لما بشتغل كتب أطفال فهي إلى شيء سياسي، يعني أنا ما اشتغلت كتب من زمان، لما كنت بسوريا كنت اشتغل بكتب أطفال ما له علاقة أبداً بأي حراك. أنا مشتاقة لهذا الشيء طبعاً، بس للأسف صار في عندي خبرة إني أرسم دمار بطريقة فنية. ف يعني هلأ كمان أنا هلأ كتير بعيدة، مالي مثل علا تقريباً على الحدود، بس فعلاً ما عم بقدر أعمل ديتاتشمنت أبداً من يعني في طب أكيد إذا بدي فيني، بس يعني في أكيد في كتير جواتنا رفض لأنه نعمل هذا الشيء. في الإحساس بالمسؤولية إنه نحن بلشنا هذا الشيء، فبما إنه نحن سياسياً ما قدرنا نحقق شيء، فبحس إنه على الأقل نحن نقدر نساعد الأولاد يلي هن دفعوا الثمن ونحن بلشنا هاي الثورة. أنا دائماً عندي شعور إنه 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 نحن بلشنا ثورة وما قدرنا نحقق منها شيء. وهلأ في كم هائل من الأولاد يلي هن مستقبل سوريا بدون تعليم، فعلى الأقل يعني أقل ما يمكن نعمله لندعم هذا التعليم. ربما عندي إحساس علا بدك تعلقي ربما، أو إحنا تكلمنا في موضوع مشابه يعني، بس ممكن من بعد نتكلم في موضوع تحقيقات الثورات يعني. بس شكرا جزيلا ديالا على رسوماتك وعلى فنك، وأتمنى أن نشوف كلنا أكثر وأكثر وأكثر يعني. وبونسوار إلى فرنسا، وشكرا جزيلا. عندي بعض أسئلة أخرى من الجمهور. في حد يسأل عن كلمة الربيع العربي، وأنا حاولت في الملف بتاعي أن أحذف هذه الكلمة عشان أنا شخصياً لا أحبها، ولكن في حد بيسأل لو أنتم هل أنتم تحسون بهذا الربيع وتعيشون في نفس الوقت فصل الشتاء؟ أنا الحقيقة أقول لكم الحقيقة شفافياً، يعني كلمة الربيع غريبة جداً، فصل يعني ربيع إيه ده، وكلمة الربيع العربي غريب جداً في نفس الوقت، عشان كان في مختلف الدول مجموعات أخرى أمازيغية نوبية كردية موجودة في الثورات كلها. هل حد فيكم بدو عايز يعلق على الموضوع ده، على كلمة الربيع العربي؟ رامي تفضل. ربما أكثر دولة ربما قال عليها الربيع العربي هو في حقيقة الأمر محمد، يعني بالإضافة للي قلته يعني اللي هي ربها بالعربي فقط فيه حيف كبير وظلم كبير لفئات كبيرة من المجتمع، وفي دولنا الكل يعني عنا أشخاص لا ينتميوا للوصف العربي. ولكن حتى كلمة ربيع يعني بمعنيه الإيجابي، حتى لو نأخذ بمعنيه الإيجابي، صعب جداً أنه نحكم اليوم على ما حصل على أنه ربيع أو خريف أو شتاء أو صيف. يعني المسار ما زال مستمر، ومع الأسف اليوم حتى في تونس اللي تعتبر ربما أكيد مقارنة ببعض الدول الأخرى مثال ناجح شيئاً ما، هناك انتكاسة خطيرة للمسار الثوري في تونس. يعني الفساد استشرى في تونس بصورة كبيرة جداً، يمكن حتى أكثر من قبل 2011. البطالة زادت بكميات هائلة.
الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية لم يتم تلبيتها، وليس هناك أي يعني مشروع أو رؤية لتلبية الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية اللي قامت عليها الثورة من تشغيل والقضاء على الفساد والاستبداد وغيره. ومع الأسف في كل هذه العوامل وأدت إنه عودة قوية للنظام القديم في تونس، عودة قوية. اليوم الحزب الأول في تونس في كل استطلاعات الرأي منذ تقريبا سنة هو حزب النظام القديم، يعني بعيد جدا عن كل المنافسين. يعني حزب النظام القديم اليوم في تونس لو تصير انتخابات اليوم في تونس يكون حزب أغلبي بدرجة كبيرة، لأنه كان ثم سياسة ممنهجة لتحويل وجهة المسار الثوري وتكريه الناس للثورة، حتى تكره الثورة. يعني يقولوا للشعب يعني الثورة ما جابتك حتى شيء، فقرتك، جوعتك، زادت همومك ومشاكلك، وهناك فئة قليلة فقط استمتعت من الثورة هذية. وبالتالي عودة على سؤالك، صعب جدا أنه نحكم اليوم على هذية هو ربيع أم لا. يعني ربما لازم وقت أطول، لأنه مخاطر الردة ما زالت موجودة في تونس وفي غير تونس، وبخلاف الأمثلة اللي عنا يعني أمامنا من حروب أهلية، من عودة إلى الدكتاتورية حتى أكثر من هذا. عايزة أقول تعليق. منى أيوة منى فتحت الميكروفون، اتفضلي. كنت قادرة هفتص. لا اتفضلي. أولاً يعني كنت عايزة بس أقول حاجة هبل قوي بعدين هقول تعليق بجد. الربيع في مصر موسم وحش قوي. الربيع في مصر موسم فيه رياح ترابية 50، موسم سيء، فأصلاً مش مفروض نتسمى بكده. لا أنا كنت هقول بس إنه زي كل حاجة كل الثورات سواء عندنا أو في حتة تانية تعرضت لمسميات كده بتحاول تقلبها. المسميات كلها جاية من المتابعين اللي برا، يعني احنا في مرحلة ما الربيع العربي، في مرحلة ما ثورة الفيسبوك، في مرحلة ما يعني كل دي حاجات ليها علاقة، حاجات مختزلة جدا بالنسبة للناس اللي هنا فعلا، وحاجات ليها علاقة بالمشاهد اللي برا بيتفرج علينا بيستقبل الدنيا ازاي. بطبيعة الأمور بالذات أثناء 2011 لما كان في حراك كبير جدا، المصريين كانوا بيتفاعلوا مع الحاجات دي زي ما بيتفاعلوا على أي حاجة، أنها مساحة لترويج اللحظة. فربيع العربي تمام يا جماعة، ثورة الفيسبوك أوكي، يعني 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 يلا نتفاعل مع الحاجات دي، مش هنقعد نقف عند المسميات زي ما كنا كل جمعة بيحاولوا يخترعوا أسامي للجمعة فتبقى جمعة الغضب، جمعة عودة يعني أيا كان. فدي كلها حاجات يعني كأنها بالضبط كأنها ال parallel branding أو PR يعني للي بيحصل على الأرض، وشئنا أم أبينا في جزء العلاقة باللي بيحصل على الأرض، بما إن المجتمع الدولي بيأثر، بما إن التدخلات الدولية بتأثر، بما إن المتابعة بتأثر، فشئنا أم أبينا بنضطر نتفاعل مع النوع ده من الحاجات. لكن في الآخر دي مساحة محدودة جدا ولا تعبر إطلاقا عن حقيقة الأمور على الأرض. مثال بسيط جدا، أنا فاكرة قوي في أول 2011 زي كنت بتجنن لما يسألوني عن أهمية ودور الفيسبوك وعن والإصرار على تحويل النشطاء اللي شبهي اللي هم من upper middle class بيعرفوا يتكلموا إنجليزي، عندهم مساحات دعم وشبكات دعم مختلفة جدا، عنده لرموز لثورة فيها أكتر ناس دفعوا الثمن هم الشباب والبني أدمين الفقراء اللي تصدوا لعنف الشرطة حوالين مبنى الداخلية ومباني الأمن الوطني والإسام. فدي كلها حاجات ليها علاقة بتعاطي العالم الخارجي مع رحلتنا، لكن أشك تماماً أنك هتلاقي حد من اللي عايش هنا بيسمي ثورته الربيع العربي. يعني هي في الآخر ثورة 25 يناير وإحنا بنتخانق على المسميات وبنصر أنها اسمها ثورة، والدولة بتتخانق معنا على المسميات ومصرة دلوقتي تحط يفط في كل حتة وتقول عيد الشرطة لأنه هو عيد الشرطة 25 يناير. فهي خناقة على مسميات، لكن في الآخر كلها مسميات لبرة لكن لا تمثل الأشخاص اللي كانوا جزء من الحراك فعلاً. يعني
حاجات رمزية في نفس الوقت يعني ربما بالنسبة للنظام. مش عارف لو علا أنت بدك تعلقي كمان على موضوع ربيع العربي، وفي نفس الوقت عندي سؤال آخر لك. في حد بيسأل لو ممكن توصفي أكتر يعني شغلك يعني في المدرسة فين بالضبط، مثلا لو في مؤسسة معينة وكيفية الدعم من الخارج فيما يعني تشتغلين عليه في المدرسة مع الأطفال والتلاميذ. رح أحكي شوي تعليق بسيط على قصة الربيع العربي. يعني عن جد هي صرنا قصة الربيع والشتاء العربي عم نعملها مثل هيك مزحة، لأنه وهي كتير كلمة شاعرية، لأنه نحن اللي كنا عم نعمله هو ثورات حقيقية وحراك من أجل تغيير سياسي نحصل من خلاله على حقوقنا وكرامتنا ومقصة أي شيء تاني شاعر يعني. وكمان يعني بحس هلق مفيد نسأل حالنا ونفسر للناس إنه نحن مو مهم شو عم نحس، أكتر مهم شو عم نعرف وشو عم نتعلم خلال هذا المسار. نحلل الأسباب والنتائج، نحلل النتائج ونحلل الأسباب العميقة الذاتية والخارجية، يعني الشيء المتعلق فينا والشيء المتعلق بالناس اللي عم تشوفنا. ومهم كتير نصنع سردية شعبية، سردية بين الناس، لأنه فعلا الناس هلق عم تحس بأنه هي خسرت كل شيء لما بتسألها ليش أنت هون، أو شو يعني بمعنى شو خسرتي أو ليش خسرتي هذا الشيء، بتقول لك من الثورة، والله نحن تهجرنا من الثورة. هي السردية اللي نحن لازم نعرف نعالجها، تهجرنا من القمع، خسرنا من القمع، من قمع الثورات وليس من الثورات. فأنا بحس أنه هذا اللي كتير لازم ننتبه له ونحكي عنه. بس بالنسبة لشغلنا، يعني نحن بلشنا بمدرسة بخيمة بمخيم، وبعدين انتقلنا لمركز قريب من المخيمات اللي كنا نشتغل فيها. ابني انتقل على السويد، وأنا عندي إقامة بالسويد بس ما رحت، ضليت بلبنان لأنه بحس أنه هذا مكاننا، ومكاننا محل ما أهلنا موجودين ومحتاجين نكون موجودين معين. مرخصين بالسويد، ونحن بنشتغل مع الأطفال، وبنشتغل مع الأطفال بشكل أساسي، مو تعليم بديل، تعليم رسمي، لأنه نحن يعني بنعطي إفادات بنهاية السنة، أخذين استثناء وزارة التربية اللبنانية لنشتغل مع الأطفال، بس نشتغل مع عدد كتير، مع عدد قليل من الأطفال بسبب الإمكانيات، يعني لأنه نحن ما بدنا نتحول لمؤسسة كبيرة كل الوقت عم نجرب نجيب تمويل ومنح ونكتب تقارير وما بعرف إيش. بدنا نركز على النوعية أكثر وعلى جودة التعليم لمجموعة ولو كانت قليلة من الأطفال، لأنه قلت لك هو تعليم حر، هو بيعبر عن ثورتنا، بيعبر عن أفكارنا، بيعبر عن الكرامة اللي نحن منسعى نحس فيها نحن وأولادنا. فلذلك بنشتغل مع عدد قليل من الأطفال لهالسببين. بالإضافة لهيك بنشتغل مع كل العيلة، يعني نحن ما بنشتغل مع الولد لحاله، وما بنشتغل معه تعليم حروف ورياضيات وحساب، عن جد منعيش حياة كاملة مع الأطفال، ومنعطيهم حصص كاملة عن حقوق الطفل، عن حقوق الإنسان، كيف بنتشارك نحن وياهن الدفاع عن حقوقنا وممارسة حقوقنا داخل المدرسة. يعني مثلا نحن من 20 يوم كنا بدنا نعين أستاذ جديد للرياضيات بالصف. فنحن عادة كيف الناس بتعين موظفين، بتاخد سيفيات، بعدين بتاخد مقابلات، تعمل مقابلات. نحن ضفنا مرحلة جديدة إنه الأستاذ يفوت يعطي درس نموذجي قدام الطلاب، والطلاب يكون لهم حق تصويت على الأستاذ، يعني اللي بيعطيهم الدرس النموذجي. فكان هذا الصف عندي 3 أساتذة، هن نحن اللي عملنا مقابلات معاهن وكانوا أفضل 3 أساتذة، ففاتوا عطوا دروس بالصف، وبعدين طلعوا الأولاد عملوا اجتماع
وتناقشوا وصوتوا على الأستاذ اللي الأفضل بالنسبة إلي ونقنعونا. بعدين هن كانوا مختارين أنسي القديمة تبعتي إنه بدني يرجعوا الأنسي القديمة، فخدنا نقاش طويل على مدار ساعة إنه شو يعني ديمقراطية وشو، وهن كانوا عم يسألوا أنتوا قلتوا لنا اختاروا، فنحن ما بدنا ولا حدا من هدول الأساتذة، بدنا أنستنا القديمة. فكنا عم نشرح لهم كيف الترشيح وكيف التصويت وكيف هن بيمارسوا هذا الحق، يعني هذا الشيء اللي كنا عم نعمله. نحن عن جد بحاجة دعم لمشروع التعليم بالتحديد، لأنه نحن بنشتغل مع الأهالي، بنعمل تربية إيجابية ودعم نفسي للأهالي لحتى نغير العلاقة القوة داخل البيت، لأنه الطفل دائما نحن بنشوف هو الأكثر شيء اللي ممكن يتعرض لضغط أو إقصاء بالبيت. فنحن نشتغل مع الأهل، بنشتغل مع النساء كمان، عندنا مشاريع العلاقة بتمكين النساء، بس دعم الأطفال هو الأقل دعم صراحة، لأنه كل الاتحاد الأوروبي والمانحين الأساسيين وجهوا الدعم للتعليم صار عن طريق الحكومة اللبنانية والتعليم الرسمي اللبناني، وهو أنا بعتقد أسوأ شيء عملوه للتعليم بلبنان عن جد، لأنه فظيع التعليم الرسمي بلبنان للبنانية، فكيف للسوريين بدوام بعد الظهر؟ يعني في كتير مشاكل من هذا النوع. فإذا بشكل شخصي حدا بده يدعم أو يتواصل فينا، لأنه نحن مرخصين بالسويد وبنعمل أحياناً حملات تبرع أو فينا نتساعد لنقدم على أي شيء خاص بالتعليم، لأنه بقية المساري عم تمشي. شكراً علاء. وفي نفس الوقت ممكن نقول بأن الثورة مزروعة في الجيل الجديد ربما، لو كان في هذا الحوار يعني ما بين الأطفال. في ثلاث أشخاص في الجمهور عنهم نفس السؤال لرامي الخويلي، السؤال بسيط جدا، ماذا يحصل الآن في تونس؟ فيه مظاهرات الآن، هل ممكن الأستاذ رامي ممكن تشرح لنا وتحلل لنا الوضعية الآن عندك في البلد؟ هو الحقيقة من الصعب أن نجاوب على السؤال هذا، لأنه الأحداث ما زالت متواصلة، يعني لازم يكون عنا شيء من التواضع حتى ناخذ نفهم اللي يحصل. لكن معناتها بكل بساطة هو مربوط باللي كنت نقول فيه، هو خيبة أمل لهذا الشباب اللي بعد 10 سنوات من الثورة، يعني التغيير الوحيد اللي حسته هو تغيير لرأس النظام اللي هو أسقاط رأس النظام، انتخابات تجرى كل 5 سنوات، يعني يطلب صوت أنهم يدلوا بأصواتهم كل 5 سنوات فقط، وليس ما صارش تغيير يعني اللي يمس حياة الأشخاص اليومية، يعني في قوتهم في عيشهم في تعاملهم مع السلطة في رؤيتهم للسلطة في هذا الكل، ما صارش فيه تغيير. وبالتالي حالة الاحتقان الكبيرة اللي صارت هذه مردها أساساً أنه مختلف الحكومات المتعاقبة اللي عددها اليوم تجاوز أكثر من 10 منذ 2011 عجزت تماماً على الإيفاء باستحقاقات الثورة والإيفاء بالمطالب الأساسية اللي قامت عليها الثورة. الشيء الآخر ربما هو التراجع الكبير لدور الدولة، وهنا لما نتحدث على دور الدولة ما نتحدثش على الدولة يعني بجهازها القمعي اللي هو البوليس اللي هو الجهاز الوحيد تقريبا اللي بقى موجود في كل الأماكن في تونس. تراجع كبير لدور الدولة في تونس في التعليم في الصحة في الخدمات الأساسية، وبالتالي غياب يعني الشباب اليوم اللي خارجين اللي أعمارهم لو كان شفتوا في الأخبار يعني أعمارهم أغلبهم يعني مراهقين تقريبا الأغلبية. والنظام التعليمي التونسي اليوم ينتج فوق 100,000 منقطع عن التعليم سنويا، وهذا عدد خطير وخطير جدا بدون أدنى سياسات فعلية من الحكومة التونسية كيفية التعامل مع هؤلاء المنقطعين مع التعليم، أي فرصة أخرى نعطيهم لهالشباب هذوما. يعني هذا هو يعني التحليل البسيط في الوقت الحالي كما قلت بكل تواضع، لأنه الأحداث متواصلة يظهر لي مازال عنا الوقت نحلها ونفهمها.
شكرا رامي. فيه سؤال عن دور السياسات الأوروبية وخصوصا السياسات هنا في ألمانيا، ولو ممكن أضيف حاجة، إحنا في ألمانيا سيكون عندنا انتخابات برلمانية في شهر سبتمبر أيلول من هذه السنة. طبعا لاستطلاعات متعددة، سنحصل هنا في ألمانيا على وزير أو وزيرة خارجية من الحزب الأخضر الذي يدعي على نفسه أنه حزب يساري وبراغماتي ووسطي وكل حاجة أنتم عايزينها يعني. ما هي رسالتكم ربما لهذا أو هذه الوزيرة الجديدة الألمانية؟ ما هي متطلباتكم من سياسة الخارجية الألمانية لدعم الثورات وأفكار الثورات في بلدانكم؟ تفضلي منى. اوكي انا بس كنت عايزه اقول انه واحده من اكتر الحاجات اللي احنا حاسين بيها هنا المصريين واحنا بنحاول نواجه اللي بيحصل مع السيسي هو غضب شديد جدا تجاه الحكومات الغربيه، سواء حكومات اوروبا او امريكا، في مستوى الدعم والـ unconditional support اللي معمول للسيسي رغم استمرار انتهاكاته وجرائمه، وده على مدار سنين. في الآخر محدش فينا بيطالب إنه الحكومات هي اللي تحررنا أو الحكومات الأخرى هي اللي تقوم بدورنا إحنا في النضال خالص، لكن كل اللي بنطلبه إن هما يكفوا الدعم عن النظام الدكتاتوري الدموي اللي إحنا مضطرين نواجهه ده، عشان يبقى زي ما تقولي قصقصوا ريشه، عشان ما يبقاش عنده كم الـ الأدوات بتاعت السبورت دي وكم الدعم الدولي اللي مخليه قادر يمر بكل اللي هو بيعمله ده، قادر يمر بآلاف المعتقلين، قادر يمر بتأسيس كامل لمؤسسات الدولة، قادر يمر بحملات قبض واستهداف لأي نشطاء واستمرار حبس نشطاء بالسنين وتجديد حبسهم على قضايا وهمية، قادر إنه يستغل فكرة الإرهاب. احنا دلوقتي عندنا بقالنا سنتين كل المعارضين اللي بيتقبض عليهم وبيتحطوا في قضايا ارهاب متهمين بالارهاب تنظر امام نيابة امن الدولة، اخويا متهم بالارهاب، اختي متهمة بالارهاب، يعني وضع حقيقي سيء وجزء كبير منه هو دعم الحكومات الغربية. لما بتقولي دعم حكومات الغربية بالضبط، هدي أمثلة تقصدين صغيرة على مثلا ده، أمثلة مثلا؟ مثال صغير جدا، آخر زيارة للسيسي في فرنسا كانت في نفس اللحظة اللي احنا كان عندنا هنا تصعيد يعني في الحبس والاستهداف للمعتقلين، ماكرون استقبل السيسي واداله جايزة تقدير في نفس اللحظة اللي كان فيه مظاهرات في باريس من مواطنين مهتمين ومن نشطاء بتطالب بالحرية، وفي نفس اللحظة اللي عمدة باريس ادت المواطنة الشرفية لأربعة من المعتقلين في سجون مصر. ألمانيا على سبيل المثال اتفاقياتهم بتاعة الارم ديل، الصفقات السلاح اللي مع مصر كبيرة جدا، أنا لسه شايفة على دي دبليو على دويتش فيلا من أسبوع ولا حاجة خبر على إنه هم عملوا ديل جديد ارمز يعني مع مصر بفوق ال 700 مليون دولار يورو، سوري 700 مليون يورو. وألمانيا مش الوحيدين، بس كم الدول اللي بتتعاقد بتعمل صفقات سلاح مع نظام السيسي، دي كلها دعم لنظام السيسي، دي كلها دعم لنظام قد كده قد كده قد كده بيمارس انتهاكات وجرائم ضد شعبه، ودي كلها رسائل للشعب اللي هنا، رسائل انه حياتنا وصوتنا ما يفرقش، انه في صفقات ومصالح ومشاريع وهمية احنا اللي بنتحمل دينها، لانه اغلب المشاريع دي معمولة بمديونية مريعة هتحمل على كل الاجيال الجاية والاجيال الحاضرة، كأن كل ده لا يعني أي شيء لباقي الحكومات سواء ألمانيا أو فرنسا أو أمريكا يعني أو دول كتيرة جدا بدال، أما في صفقات بيزنس وصفقات سلاح ماشية يعني وتفوق وتطغى على كل ده يعني. يا منى حاجة صغيرة، أنا مش هنسى يعني قبل 3 سنين أو 4 سنين كده كنت واقف هنا في برلين والسيسي كان جا ضيف عند ميركل وبص فيها كده، وفي يعني في ندوة صحفية السيسي بص في ميركل وقال لي أنا ممكن أبعت لك 90 مليون لاجئ. طبعا هو احنا يعني جزء كبير من المشكلة كده هو ان احنا النظام بتاعنا زي نظم ديكتاتورية كتير بيستغل حاجتين، بيستغل فكرة الإرهاب وبيستغل خوف الدول من ان هما يستقبلوا لاجئين اكتر، بيستغل الحاجتين دول عشان يمرر الجرائم اللي هو بيرتكبها، بس يعني
مثال بسيط جدا، احنا في احصائيه رسميه خلال السنه اللي فاتت بتقول انه خلال الكورونا في 7000 طبيب هاجروا وسابوا مصر لانه الظروف سيئه جدا. الحقيقه هي انه بغض النظر عن انا احب ادي محاضره جدا لكل يعني حكومات العالم عن انه ما فيش حدود وانه المسؤوليه الانسانيه دي مسؤوليه تتخطى كل الحاجات دي، لكن الحقيقه هي انه الوضع اللي احنا فيه هيفضل دايما بيخلي دي بلاد مش مستقرة ودي بلاد فيها الناس عايزين يمشوا يسيبوها. الطريقة الوحيدة لاستقرار الأوضاع عندنا هو إنه يبقى الظروف أحسن، يبقى فيه مساحة للعدل، يبقى فيه مساحة لتحقيق أي نوع من الحياة، وده مش هيتم بدعم الجرائم الممنهجة لنظم زي السيسي، هيتم بإنه الحكومات تبطل تدعم وانه المواطنين والشعوب يضغطوا على حكوماتهم ان هم يبطلوا يدعموا انظمه دكتاتوريه قمعيه في بلاد اخرى عشان يبقى في امل لنا كلنا يعني. شكرا منى. انا بدي اضيف حاجه واسال على نفس السؤال. هناك نقاشات في عواصم اوروبيه كثيره عن فتح ابواب الدبلوماسيه مره جديده على نظام الاسد، وفيه نقاش صغير بس موجود هنا كمان في ألمانيا، بس هو موجود كمان مثلا في فرنسا. ما تعليقك، ما رأيك يعني في هذه النقاشات؟ يعني الصراحة هاد حكيت منى من شوي كمان إنه هي كانت تكتب بالعربي وبلشت تكتب بالإنجليزي لحتى الناس تعرف نحن شو عم نصير معنا. أنا بحس إنه في كتير ناس سوريين بطلوا بدين حدا يعرف شو عم يصير معنا، لأنه ما عمل أي فرق. بالعكس تماماً، نحن بنعرف هو الموقف المجتمع الدولي والتدخل وموقف الدول اللي تدخلت بشكل مباشر بالحرب بسوريا هو اللي أودى بمسار الثورة لهي النهايات أو لهي المرحلة، ما رح أقول نهايات، لهي المرحلة اللي كتير كتير صعبة. بفكر إنه ما لازم نعرف بشكل جدي إنه بدنا نحكي مع الحكومات أم لا، لأنه ما بعرف بشوف النظرية اللي انبنت عليها الدول واللي انبنت عليها وحلق مستمرة فيها الحكومات بالعالم هي ما بتخدم أي نضال شعبي باتجاه الحرية والكرامة الإنسانية. بس بفكر إنه كتير مهم نخبر أي حدا بده يعرف إنه ما في سلام بالعالم مع إنتاج هذا الكم من السلاح ومع هاي السيطرة الرهيبة للشركات ولرأس المال الخاص اللي ما اللي هو صار أعمق من أي سياسة وأعمق من أي حكومة، من عمل أي حكومة أو توجهات أي حكومة بالعالم. ليش عم ينتج هذا الكم من السلاح وعم ينكب الأسواق؟ أكيد مو مشان إلا مشان الناس تقتل بعضها، أكيد مو مشان الصيد ولا مشان أي شيء تاني. هذا أنا بحس إنه هذا السؤال الأساسي، إنه ما حدا يحكي بسلام وفي هذا الكم من السلاح عم ينتج وعم تساهم فيه بإنتاجه كتير دول وكتير حكومات موجودة حالياً. بس بفكر إنه ما حدا رح يكون بيوم من الأيام بمنقى عن هاي الكوارث، ما حدا ما رح يتأثر. إن كان ما بدي أحكي عن اللاجئين اللي دائماً بيهددوا فيه، إن كان تركيا وإن كان مصر وإن كان سوريا وإن كان لبنان، يعني إنه تفتح حدودها باتجاه اللجوء. مو بس اللاجئين هي المشكلة، المشكلة إنه هاي البؤر النزاعات الناس البشرية كلها رح تدفع ثمنها بيوم من الأيام بشكل أو بآخر يعني. صح، شكرا جزيلا. إحنا رامي تكلمنا في نفس أو موضوع مشابه في حوارنا للملف آنذاك، يعني 2011 كان فيه دعم من الحكومة الفرنسية لنظام بن علي مثلا، وانت علقت في النص على هذا الموضوع. ما رأيك وانت كمان خبير في العلاقات الأوروبية التونسية أو الأوروبية المتوسطية، ما رأيك، ما تعليقك في هذا الموضوع؟ شكرا محمد. تقريبا الزميلات قالوا يعني كل شيء، يعني متفق تماما، يعني ابصم بالعشرة مع خلاص بين الامه متفقين. تقيل فقط تغيير ولا ربما اضافه عن تنسيب ربما لمدى قدره الاتحاد الاوروبي اليوم على التحرك في المنطقه مع بروز
قوة إقليمية جديدة أصبح لها تأثير كبير جداً 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 في الواقع اليومي والمعيش في المنطقة. شفنا هذا مع يعني الدول اللي نجم نسميها الإمارات، قطر، تركيا، الصين لو نمشي أبعد شوية، يعني دول كثيرة. يعني المنطقة صارت مجال لكل التدخلات، سواء من دول من المنطقة اللي عندها القدرة المالية للتدخل أو من دول خارجية اللي عندها كذلك القدرة المالية والعسكرية. يعني المثال اللي عطيته ربما أحسن مثال محمد اللي حكينا فيه، اللي هو في الوقت اللي كانت فيه الاحتجاجات في تونس، الإجابة الوحيدة للحكومة الفرنسية في الوقت هذاك كانت يعني اقتراح دعم أمني للحكومة التونسية يعني لتطويق المظاهرات وللتعامل مع المظاهرات. فهذا يحدد أنه مع الأسف عدد كبير من الدول الأوروبية اليوم ما زالت تنظر أنه الحل الوحيد للمنطقة هو وجود دكتاتوريات إما عسكرية وإلا بوليسية، يعني للحد من ظواهر الهجرة وللسيطرة على الوضع أكثر من. شكرا رامي. وانا كمان انا بحب احكي قصص صغيره كده. وانا كنت مره في تونس في البرلمان التونسي في 2013 او 14، وكان واحد نائب تونسي سالني هو عن جد لو قلت الالمان والاوروبيين لو قلت لهم انا هوقف الهجره هيودوني فلوس اكتر يعني دعم اكتر؟ قلت له طبعا، او قول لهم يعني على الهجره هم هيودوك يعني الفلوس كده. دي قصة صغيرة يعني. بس معانا عندنا بعض الأسئلة الأخرى. في سؤال معين لعلا ومنى عن دور الحوارات النسوية في الثورات في مصر وفي سوريا. ربما رامي ممكن كمان يجاوب على السؤال، بس ما هو دور الحوارات النسوية والأفكار النسوية في ما حصل في العشرة أيام الأخيرة، عشرة السنين الأخيرة؟ أنا أسف. علا فتحة الميكروفون، مش عارف لو بدك. بس أنا بستنى منى. الصراحة بالبدايات كان يعني بالنسبة لنا، وأنا حكيت لك المدى الماضي بالنسبة لنا لمنطقتنا لأنه هي شوي مختلفة، حاولنا نستخدم هوياتنا المختلفة، يعني حاولنا نستخدم شكلنا بأنه نحن مو من طائفة. كل الناس، كل العالم كان عم يقول أنه الصراع بسوريا هو صراع طائفة بين سنة مضطهدين أو عند مظلومية معينة وبين نظام علوي أو من أقليات. فنحن ما كانت هاي النقاشات عم تدور بيننا حتى نقول نحن هويتنا الأقلاوية، إنه نحن من أقليات، نحن شكلنا مختلف، يعني قادرين نفرجي إنه الثورة فيها فئات مختلفة وفيها طوائف مختلفة وفيها هويات مختلفة، نساء ورجال وكذا. يعني بصراحة هذا اللي جربنا نعمله. هلق بشوف هلق، لأنه أنا بعتبر الشغل اللي بشتغله هلق أنا هو جزء من التغيير، يعني جزء من الثورة اللي عم تمر هلق بانتكاسة وبمرحلة كتير كتير سيئة. بس كل ثورات العالم وكل التغيير بالعالم إذا بدك مر بهاي المراحل الكتير صعبة والانتكاسات الكتير صعبة. هلا بحس انه نقاشات النسوية وانه المنظور النسوي للسياسة هو هلق مهم، وهلق انا بحس هو عم يعطيني امل ودافع جديد لانه لكيف منحلل وكيف منتعلم من التجربة اللي مرقت وكيف منبني عليها. وهذا شيء هلق عم نشوفه بيناتنا هو كتير مفيد لنبني هوية جديدة للتغيير، هوية إذا بدك نسوية مو نسائية، مو نستخدم هوياتنا نبني على هوياتنا. منى. طيب يعني زي
زي حاجات كتيرة جدا. 2011 فتحت مساحة انه كتير من القضايا ومن الحاجات اللي محتاجين نتكلم فيها نبتدي نشتبك معاها بشكل مختلف جدا. لو حد متابع هيعرف انه واحدة من الحاجات اللي كانت frustrating جدا للستات في 2011 بالذات في الاول هو انه كان في اصرار على تهميش القضايا النسوية، وكان في اصرار على تهميش من الحراك، من الحراك الثوري نفسه، اصرار على تهميش اي حاجه ليها علاقه مثلا بالاعتداءات اللي بيتعرضوا لها بتتعرض لها النساء اثناء الاشتباك، يعني مع اللي بيحصل في الشارع الى اخره، بحجه انه ده مش اولويه دلوقتي. وده استمر كتير جدا رغم انه في نفس اللحظة الدولة كانت بتستغل فكرة وجود حراك نسائي قوي في ان هي تستهدف الحراك اللي بيحصل في الشارع. يعني احنا حصل عندنا موضوع الماس هراسمنت او الاعتداءات الجماعية الكبيرة للمتظاهرات المشاركين في ميدان التحرير اكتر من مرة، لدرجة استدعت انه الشباب والشابات هم اللي يخلقوا حركات شعبوية تقدم دعم وحماية للثوار والستات يعني رجال المشاركين في الحركات على الأرض. بس واحدة من الحاجات بقى اللي أنا بالنسبة لي إنها مكتسب لثورة 2025 يناير، رغم إن إحنا في لحظة هزيمة ولحظة قد كده تقيلة زي دلوقتي، هو إن إحنا بقالنا 3 سنين كأن الستات في مصر فاض بيهم، قرروا إنه موضوع تهميش صوتهم وتهميش قضاياهم والإصرار على أنه الكلام على العنف الموجه للجندر أو العنف الموجه للأقليات الجندرية أو العنف الموجه يعني لكله بقى الهوموسيكشوز والترانسجندر لكل الأقليات الجندرية المختلفة أنه فاض بيهم ومش هيقبلوا ده. وبالتالي احنا بقالنا 2-3 سنين في من أكتر الحاجات المطروحة على الساحة واللي فيها نقاشات واللي فيها خناقات واللي فيها مواجهات بيننا وبين بعض في المجتمع المدني، يعني مش مع الدولة particularly لكن بيننا وبين بعض، هي على قضايا المرأة والقضايا النسوية. في لحظة فيها الدولة معلية جدا التون المحافظ والاستهداف للستات في مصر. يعني انت اشرت للقضايا بتاعت التيك توك، احنا بقالنا دلوقتي سنة النائب العام الحالي عامل حملة قبض مختلفة للستات في حاجات كتيرة جدا كلها تحت شعار الحفاظ على قيم الأسرة. عندنا ستات بيتقبض عليهم عشان بيقدموا محتوى ترفيهي على تيك توك، عندنا شاهدات في قضايا انتهاكات واغتصابات جماعية كبيرة جدا متورط فيها أولاد رجال أعمال بيتحولوا، سواء شهود بنات أو رجالة بيتحولوا لأن هم متهمين وبيتحطوا في قضايا على أن هم بينشروا الفجور. عندنا تون محافظ كده عمال يتصاعد جدا جدا في كل الخطابات الرسمية من إعلام الدولة ومن النيابة، والتون والمعركة دي كلها حقيقي قايمة على أجساد الستات. يعني حقيقي إصرارهم على إن هم يعلوا قيم الأسرة وإن هم كأنهم يعني يوئدوا أي حاجة مختلفة عن تصوراتهم المحافظة عن إيه المقبول وإيه المقبول، ما بيتمش غير على أجسام الستات. الستات هم اللي بيتحبسوا، الستات هم اللي بيهدلوا، الستات هم اللي بيتشهر بيهم في الإعلام ليل نهار في الإعلام الموالي للدولة. الستات بيتشهر بيهم، سواء الستات دول ممثلات، الستات دول ستات بنات مش معروفين لكن موجودين على التيك توك، أو الستات دول نشطات أو أيا كان، استباحة تامة لحياتهم إلى آخره. ففي تصعيد جدا من التوجه ده بتاع الدولة ومن أدوات الدولة ومن الفجاجة في استخدام الأدوات دي. لكن كمان في فعلا حالة مذهلة من ما بين الستات، خاصة الأصغر مني، خاصة الجيل الأصغر مني اللي هم يعني نسويات راديكال جدا، في إنه ما فيش حاجة اسمها ده مش أولوية، ما فيش حاجة اسمها ده مش مهمش، دي حياتنا، دي أجسامنا، إحنا في خطر وإحنا صوتنا هيتكلم. وأي مجموعة بتدعي التغيير وأي مجموعة بتدعي أنها مجموعة تقدمية مش هتحط ده على أولويات عملها وأولويات كلامها ما تلزمناش. فأنا رأيي أنه دي حاجة مهمة جدا، فتح حوار يمكن يكون بيبقى حد في حاجات، لكن فتح حوار لينا هنا مختلف جدا جدا جدا. أتمنى يعني إيه يكسر حاجة من اللي حصلة دلوقتي بالذات بيننا وبين بعضين.
في نفس الوقت يا منى انت جاوبتي على سؤال اخر عن دور المجتمع المحافظ او تصور المجتمع المحافظ في مصر. انا بعرف بان رامي كمان انت بتشتغل بنظريات نسوية وبتشتغل على حقوق اقليات جندرية مثلا، ممكن توضح لنا الصورة في تونس؟ ربما الوضع تقريبا نفس الشيء في تونس ومع بقية الدول. الاختلاف الوحيد ربما يعني من الأول وجود النساء في الفضاء العام في تونس كان بقوة كبيرة وكبيرة جدا، يعني لدرجة أنه ما شفناش بنفس الدرجة على الأقل. أكيد كان في تحرش وأكيد كان في مشاكل، ولكن مش بنفس الدرجة مثلا مع بعض الدول الأخرى. لكن وجود النساء في الشارع من 2010-2011 كان بقوة كبيرة، وهذا راجع إلى وجود حركات نسوية في تونس مهيكلة وعندها قدرة على التنظيم وقدرة كذلك على التشبيك مع الجمعيات والمنظمات الكبرى. الاختلاف الأكبر اللي حصل في تونس في 10 سنوات الأخيرة هو يخص المجتمعات الميمعين أو الـ LGBTIQ اللي كانوا مغيبين تماماً عن على الأقل على الصدارة. أكيد في عدد كبير من الأشخاص اللامعياريين وإلا الأشخاص المنتمين لمجتمع الميمعين اللي هم شاركوا في الثورة أكيد، ولكن منذ سنة 2015 تقريبا احتلوا بالمعنى الإيجابي الفضاء العام. ويعني من شوية حكينا على الاحتجاجات اللي موجودة اليوم في تونس، هناك حضور قوي وقوي جدا لجمعيات وإلا منظمات اللي تشتغل على قضايا الميمعين والLGBTIQ في الاحتجاجات الأخيرة، لأنه في رفض أنه يتم اعتبار هذه القضايا كقضايا ثانوية أو كقضايا غير مهمة، وفي رفض كذلك لتفريق بين القضايا. يعني خلينا نعطي الأولوية للاقتصادي والاجتماعي أو خلينا نعطي الأولوية للسياسي، لا، كل القضايا مهمة وكل القضايا أولوية. كرامة الإنسان يعني لا تجزأ وحقوقه لا تجزأ، وهذه هو ربما الشعار الأبرز للتحركات الأخيرة. يعني التحام كبير ما بين مختلف الحركات، ما بين النسوي، الرافد النسوي، الرافد النقابي، الرافد الاجتماعي، الحركات الاجتماعية في التقاءات كثيرة وكثيرة جدا، خاصة صارت أكثر وضوحا مع السنوات الأخيرة. شكرا رامي. معانا لسه 18 دقيقة وأسئلة كتيرة، بس هنعمل إحنا اللي في طاقتنا. عندي سؤال منى. منى، مع الأسف أنت بقيتي خبيرة في فهم طريقة عمل السلطات المصرية خصوصا القضاء المصري. هل ممكن توصفي لنا طريقة عمل هذا القضاء في الضغط على ناشطين وناشطات خصوصا فيما يخص قضية عبد الفتاح وسناء؟ وانا لو فهمت هقول لكم. طيب احنا بقى يعني بقالنا سنين اوكي، احنا عارفين قد ايه المؤسسات خاضعه للنظام بشكل اساسي، وده ما هياش حاجه جديده. وقت السيسي دي حاجه من وقت مبارك، لكن مبارك فما بعد يعني. لكن الحقيقه انه اللي احنا شايفينه الفترات دي بره اي مساحه خيال. يعني أنا مثلاً ما أعرفش إذا كان الناس اللي متابعين قصتنا عارفين ولا لأ، أنا أختي ما تقبضش عليها بشكل عادي. أختي اتخطفت من أمن الدولة على باب المكتب النائب العام، وإحنا رايحين نقدم بلاغ عشان كان تم التعدي علينا، وكانت هي أكتر واحدة فيها إصابات. وده حدث مهما تصورنا سوء الأوضاع، لا يمكن كنا نتصور ده، يعني لا يمكن نتصور انه يحصل بالشكل ده. اختي ينفع تتخطف؟ اه طبعا، احنا تحت نظام السيسي البني ادمين بيتخطفوا كل يوم. ينفع تتخطف وتتحبس؟ اه طبعا. احنا ينفع نتضرب؟ ابارنتلي اه. لكن انه يصروا يخطفوها من على باب النائب العام واحنا رايحين نقدم بلاغ، دي رساله في حد ذاتها انه امن الدوله فوق الكل، وانه دي جهه فوق خارج الحساب تماما تماما. احنا في اللحظه دي ما بقى المواطنين بشكل حقيقي ما بقاش عندهم اي مؤسسه ولا مؤسسه من مؤسسات الدوله بتقوم بالحد الادنى من دورها.
من دورها العادي تجاه المواطنين، ومش بس على فكرة تجاه السياسيين. يعني لو شفت مساجين جنائيين وأهاليهم بيسعوا عشان يقدموا شكوى أو يقدموا تظلم، هتلاقيهم بيشتكوا من نفس الحاجات. في حالة انصهار تام للمؤسسات، إنها أصبحت كلها حقيقي أدوات في إيد أمن الدولة وفي إيد السلطة، ومفيش حياء في ده. يعني حتى مش بيحاولوا يعملوا غطاء قانوني لده. احنا بقى عندنا وضع عادي جدا. الاول كان الوضع عادي، الناس بيتحبسوا سواء باستغلال قانون التظاهر او قانون التجمر اللي هو موجود من ايام الاحتلال الانجليزي، ويتحكموا ويتحبسوا وياخدوا احكام زي ما علاء اخد حكم 5 سنين. احنا دلوقتي في وضع جديد عن كده، وهو انه امن الدوله بتعمل قضيه من قضايا الارهاب، بتحط عليها اي حد هي عايزاه. في قضايا بتحط فيها بالالاف، كلها نفس الاتهامات بدون أي تفاصيل. أنت متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، أنت المتهم بالترويج لأفكار إرهابية، أنت متهم بنشر إشاعات، وأنت متهم بتمويل جماعة إرهابية. إيه الجماعة الإرهابية؟ ما فيش. طب إيه الاتهامات؟ ما فيش. طب إيه الإشاعات؟ يعني بدون أي تفاصيل، ولأنها قضايا أمن الدولة فممنوع نطلع على الورق، وبالتالي إحنا ما نعرفش. ويقدر يستمر التجديد قدام نيابة أمن الدولة لشهور، وبعدين يستمر التجديد قدام دوائر قضاء إرهاب متنقيين مخصوص. وتأجيل الحاجة كل مرة بالضبط، وتأجيل. وبعدين بقى الحاجة الجديدة اللي اتضافت هو إنه إحنا نظريا القانون بيقول إنه ما ينفعش حد يتحبس احتياطي على ذمة قضية أكثر من سنتين بدون الفصل فيها. يعني أو لو هيكملوا الإجراءات يخلوا سبيله ويكملوا. اوكي، نظريا طبعا عندنا كتير متجاوزين في نفس القضيه الفتره دي ومفيش اي اجراء قانوني بيتخذ ضدهم. لكن ال- 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 الاضافه الجديده اللي اضافت لنا في عهد المؤسسات الحاليه هو انه بقى عندنا مصطلح جديد اسمه التدوير، ريسايكلينج المعتقلين. انه احنا بقى عندنا دلوقتي حاجه عاديه جدا، انك انت بتخلص سنتين حبس احتياطي على ذمه قضيه، بتختفي كام يوم، بترجع تاني قدام نيابه امن الدوله بنفس الاتهامات بس رقم قضيه جديد. كل ده بيتم بدون أي مساءلة قانونية، كل ده بيتم بدون أي أرضية قانونية، وكل ده بيتم بدون ما يبقى عندك أي مؤسسة واحدة بتقوم بدورها تقدر تلجأ لها. وبالتالي الموضوع تحول لأنه حقيقي معركة ضغط فقط فعلا، ومش بس معركة ضغط. السؤال كان زمان يبقى السؤال أنت عملت إيه عشان تتحبس؟ زعلت مين عشان تتحبس؟ أو عملت إيه عشان تتحبس؟ دلوقتي السؤال أنت عندك إيه يمنع الحبس عنك؟ ده حقيقي. يعني دلوقتي كم من الناس اللي اتحبسوا هما مش فاهمين خالص هما اتحبسوا ليه، فوق الخيال. فدلوقتي السؤال مش انت عملت ايه عشان تزعلهم وتتحبس، انت ايه اللي ضامن ان يخليك بره السجن. ومفيش اي حاجه مضمونه، لانه طبعا الحاجات دي الا يعني لو انت ابن السيسي مباشره، مفيش اي حاجه تانية مضمونه، لان الحاجات دي بتتغير بسرعه جدا. فهو وضع مزري، وفي حقيقي تحلل تام لأذرع اللي احنا بنسميها أذرع العدالة لكل الجهات القضائية وجهات التحقيق، وكلهم رغم انهم سلطة أعلى لكن كلهم خاضعين بشكل مباشر للأمن الوطني وللرئاسة بشكل مباشر. شكرا منى. معايا هنا سؤال، عندي سؤال عن دور الجاليات المتواجدة في الخارج في دعم ما يحصل في البلدان. يعني الجالية التونسية دورها في ما يحصل في تونس، المصرية دورها في ما يحصل في مصر، والسورية دورها في ما يحصل في سوريا. علا. هلا بال يعني بشكل كبير كان كمان من النقاشات اللي صارت بشكل مبكر بسوريا، انه الناس اللي بالخارج والناس اللي بالداخل، وهي كانت كتير مشكلة. انا من الاشخاص اللي قررت لما طلعت بال 2013 انه انا ما اقوم باي نشاط له علاقة بالثورة من برا، لانه ما في شيء ينعمل من برا. بس يعني هلق أنا بحس إنه في دور كتير عم تلعبه الجالية برا، بس هي بالمقاومة بالصمود إذا بدك. التحويلات اللي بتبعتها الناس لجوا للبلد هي اللي عم تساعد الناس على الصمود بوجه الظروف الاقتصادية اللي كتير كتير سيئة. يعني هلأ بسوريا بينقال بشكل واضح اللي ما عنده حدا برا هو ما عايش فعلا، يعني ما بيقدر يستمر أبدا. بالحراك الأخير اللي صار ببداية بأول السنة بمظاهرات السويدة،
وقت اللي صار في مظاهرات كبيرة بالسويدة وكان فيها رجعت هيك الشعارات الأولى تبع الثورة تبع إنه الشعب السوري واحد وإسقاط النظام وهيك. فعلا أنا شفت إنه لأنه أنا كنت برا كمان كنت في السويد فشفت إنه الأشخاص اللي برا انتعشوا بطريقة غريبة جربوا يعملوا أي شيء. رجعت النقاشات من أول وجديد كيف بدنا ندعم كيف بدنا نلعب دورنا من أول وجديد بدون يعني أنا بشوف بدون حراك بالداخل اللي برا كتير قليل إمكانيات إنهم يعملوا أي شيء إلا مثل ما قلت لك يتعلموا ينظروا يعني يبحثوا يفتشوا لأنه في مساحة حرية وأمان كتير كبيرة. هاد دور كتير لازم نلعبه نحن اللي عم نقدر نعيش بدون عبء كتير كبير يومي. يعني لازم نفهم ونعرف شو صار معنا وليش صار معنا هيك ونرجع نفكر من أول وجديد. بس رامي منى بدك تعلقوا بسرعة عشان لسه معايا سؤال أخير من بعد عن أضيف حاجة بسرعة على علا اتفضلي إن أنا شايفة إنه واحدة من أهم الأدوار للجالية المصرية برا ومش بس الجالية المصرية لكل الداعمين برا بس كمان اللي كانوا منخرطين هنا مش عارفة تقول إزاي بس الحفاظ على السردية وتوثيقها. إحنا هنا مفيش مش ملاحقين لأنه حقيقي كل يوم في كارثة جديدة بتواجهها كل يوم في تحرك جديد بيبقى لازم تعمله حتى على المستوى الشخصي بلاغ هنا تحرك هنا زيارة للسجن هنا إلى آخره فمش لاحقين. فأنا بحس إن واحدة من أهم الأدوار اللي حصلة وهي حصلة فعلا إنه الناس اللي قدروا يخرجوا برا وبالتالي عندهم مساحة للتأني ومساحة للتعافي أفضل سنة إن هما يساعدونا في توثيق تجربة اللي فات واللحظة الحالية بلس بالنسبة لمصر لأن احنا عندنا فعلا تعتيم تام في وسائل الإعلام فهي إنه يبقى في مساحة إعلام بديل مدعومة بأصوات متابعة اللي بيحصل وعارفة اللي بيحصل بتساعدنا على متابعة الأمور يعني. شكرا منى. رامي عندك لا معنش اي اصلا انا طبعا انا المقدم بس احنا الثلاث مغاربه هنا في برلين هنعمل ايه يعني في القضايا التي تخص المغرب بس في سؤال اخر طرحوها عده اشخاص في الجمهور هو هل سنرى ثوره او ثورات جديده في المنطقه أو استمرار الثورات 2011. ربما سؤال صعب بس لو حد عايز يعلق تفضل رامي. بسرعة اعتقادي وأن الحكم على أن الثورة انتهت في تونس وإلا في غيرها من الدول يعني حكم جوزيفي يعني في نوعا ما نتصورش انه عنا من المعلومات ومن الوقائع انه تخلينا نقول انه الثوره انتهت مثلا. الجيل اليوم في تونس الحركات اللي متواصله سنويا تقريبا وهي تقريبا في نفس الفتره من كل سنه في شهر جام في كل سنه تقريبا تحركات كبيره تقول إنه الثورة لم تنتهي حتى في تونس حتى يعني دخلونا في مسار سياسي ربما تقني سمي بالانتقال الديمقراطي في تونس ولكن الثورة لم تنتهي لأنها يعني ما تنتهي الثورة إلا بتحقيق أهدافها الأولى اللي جات عليها وإلا بوصول الناس اللي خرجت من الأول الثورة إنهم يوصلوا للأهداف اللي خرجوا عليها والاستحقاقات اللي خرجوا عليها مازال مع الأسف كما قلت بكري مش باش نطول يعني مازالوا ما تحققتش الاستحقاقات هذه وبالتالي اعتقادي وأن الثورة مازالت مستمرة في أشكال مختلفة ربما ولكن مازالت مستمرة. علا إطار آخر في سوريا ربما ممكن تعلقي؟ يعني أنا بتفق مع رامي بشكل كتير كبير إنه كلمة الثورة انتهت هي لأنه الثورة هي مو شكل اعتراض أو شكل تواجد بالمساحات العامة بالساحات العامة أو شكل رحيل دكتاتور وبقاء نظام أو هي فعل تغيير يومي ومستمر
وهي فعل يعني اعتراض وحراك وهدم وبناء، يعني جزء من اللي عم يصير خارج سوريا هلق بالمجتمع المدني أو السوري اللي انبنى بمعظمه وتأسس له خارج سوريا، وعم يتغير بين سنة وتانية شكل العلاقات بين الأشخاص وبين المنظمات وداخل المجتمع المدني. هذا ما زال فعل تغييري، يعني فعل ثوري بمعنى أو بآخر. هلا السنة اللي عم ينتشر هلق حاليا هو أفكار عن المساءلة والمحاسبة وحتى داخل المجتمع المدني عن الأشكال الصغيرة أو الانتهاكات الصغيرة كانت أو كبيرة. هاد ثورة يعني، وما في تغيير بالعالم ولا بأي منطقة بالعالم حصد نتائج مذهلة بوقت قصير أو بأثمان أو إلا ما مر بمراحل. الخطير بالمرحلة هلا بسوريا أنا بحس إنه هو الاستنقاع، إنه هو لا شيء يحدث، ما في ولا شيء عم يصير. هاي المشكلة اللي أنا بحسها خطيرة. بينما بغير مناطق طالما في شيء عم يصير، إن كان سياسة ولا إن كان على المستوى الشعبي، هو فعل وما زال مستمر، وأكيد رح يترك أثر معين. بتذكر أحد الأمثلة مثلا بال 2015 أو 2016 كان عم ينحكى إنه نحن بدنا نتفاوض مع النظام على مستوى سياسي عالي، بدنا نتفاوض مع النظام بسوريا، لأنه بدنا نتفاوض مع النظام لأنه بدنا حل سياسي، فنحن ما لازم نحكي عن المساءلة والمحاسبة. وهذا كان عم يصير بهيئات الأمم المتحدة وعلى المسار الأول أساساً بالوضع السياسي السوري. بينما هلأ في تأكيد من قبل الناشطين المدنيين والسياسيين أنه لا، ما مسار العدالة بلش أساساً، يعني بلش ولو بنقاط صغيرة ومتباعدة، ولكن وهذا شيء كتير مهم، وهذا شيء وهذا تغيير بالآلية اللي بتفكر فيها الناس، إن إحنا بدنا حل سياسي، ولكن لعدم تكرار أو لضمان عدم تكرار وقوع انتهاكات بهذا الحجم، فلازم نمشي بمسار مساءلة على التوازي مع 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 رغبتنا أو إصرارنا على الحل السياسي. في كتير أشياء تغيرت بطريقة تفكيرنا، بتدور نقاشات هلأ مين القوات الأجنبية اللي موجودة على الأراضي السورية اللي هي احتلال. هلأ في نقاشات كتير بتدور بين الناس، والناس شبه تغير طريقة تفكيرها، إنه كل القوات الأجنبية هي قوات احتلال، إن كانت تركية إن كانت روسية إن كانت إيرانية أو كانت قوات تحالف. فهذا الشيء أنا بعتبره ثورة على طريقة تفكيرنا وثورة على نفسنا أساساً، يعني فهي هو بس عم نعيش مسار مختلف، هي ما انتهت أبداً. شكراً علا. منى، الثورة مستمرة، ثورة جديدة، أنت فاضية أصلاً ثورة جديدة؟ لا طيب، أنا بس أولاً عايزة أقول حاجة، أنا بعتذر جداً إن أنا إجابتي هتبقى أكتر إجابة سينيكال ومحرجة جداً، وهتبقى آخر كلمة، هتبقى أكتر اتفضلي. لا قولوا لحد بعدي يقول حاجة متفائلة حبة، أكتر إجابة سينيكال. الحاجة التالية كنت عايزة أقول بسرعة، علا لازم تتعرفي على ماما، هي كمان مدرسة وبتستخدم مصطلحات وفي حاجة في طريقة إنك بتشوفي العالم كده يعني مفكراني بيها قوي، حاسة إن أنا عايزة أوصلكم ببعض. أنا اوكي، انا بصراحه بقالي حبه الحاجه اللي بتدفعني للحراك ما هياش احساس بامل، وما هي مانيش دي مدفوعه بامل ولا مدفوعه باحساس ان الثوره مستمره. ده بكل امانه انا حاسه بوطئه الهزيمه بشكل كبير، لكن الحاجه اللي اقدر اقولها ومتاكده منها هو انه الوضع الحالي لا يمكن الاستقرار عنده. الوضع الحالي اللي احنا فيه تحت النظام ده لا يمكن الاستقرار عنده، لانه ما فيهوش حتى الحد الادنى من المساحة الأدمية والحريات الأساسية، ولا الحد الأدنى من البراح اللي يخلي بني أدمين يقدروا يمارسوا حياتهم. واحدة من مشاكل النظام الكبيرة أو أنك تعيش تحت نظام السيسي 2020-2021 إنه من كتر ما الوضع مخيف ومن كتر ما الوضع خارج السيطرة وعنيف، حقيقي لا يمكن التنبؤ بأي حاجة. يعني أنا أجزم بأن أنا فقدت القدرة على التخطيط لحياتي أكتر من أسبوع قدام، لأنه ما ينفعش.
وبالتالي ما عنديش اي قدره للتنبؤ. فكره التعامل مع المستقبل بقت حاجه مبهمه جدا فعلا حقيقيه، فما عنديش اي قدره للتنبؤ هل في ثوره هتيجي ولا لا. اللي اقدر اقوله انه في غضب، في غضب، الناس على اخرها من اللي حاصل، الناس على اخرها من اللي حاصل، مستوى البجاحة في الانتهاكات وفي الاستحقاق اللي بتتعامل بيه النظام ومؤسسات الدولة، وفي الاستهتار التام بقيمة حياة البني أدمين مفجع. الظروف سيئة جدا جدا، وشفنا انه سبتمبر من سنتين لما بس يدوبك حصل نداء بسيط ونزلوا مجموعات غاضبة من الناس في مظاهرات صغيرة في مصر كان هتافهم أساسا ضد السيسي. هل هيحصل ثورة؟ معرفش. هل هتتطربق تماما على دماغنا اكتر؟ معرفش. اللي متاكده منه هو انه ما ينفعش نقبل بالوضع كما هو، وما ينفعش نعيش في الوضع كما هو، ولازم كل حد فينا يبقى بيحاول يشتغل على اساس انه لو حصل في يوم لحظه تغيير، لو حصل في يوم استكمال للي بدا في 2011، نبقى لسه حاضرين، نبقى لسه جزء المشهد، نبقى لسه فرشين الحاجات وجزء، مش انه يبقى مش كأننا بنتخذ على اخوانا. ولازم نبقى مستني، يعني لازم نبقى we are working towards this، لازم نبقى بنشتغل في اتجاه ده، لانه ما فيش اي خلاص تاني لينا ولا اي مستقبل لينا غير بتغيير حقيقي يحصل يبني على 2011. شكرا جزيلا منى، شكرا جزيلا للجمهور. انا لسه معايا 33. اتفضلي. ايوه بس بدي اقول لمنى انه نحن لما بلشنا بسوريا، على الاقل لما بلشنا الثوره بال 2011 وبلشنا الحراك، كان الوضع أسوأ وسيء، وما كان في اي شيء، وكانت مساحات الحلم كثير ضيقه اصلا معدومه. يعني نحن ما كنا نحس باي شيء اسمه وطن او بلد او قدره او عند الناس او اي مواطنيه، اي درجه من درجات المواطنيه. ومع ذلك آمنا بشيء غيبي اسمه، مو اسمه لا الله ولا أي شيء، اسمه قدرتنا نحن على التغيير وقدرتنا على الصمود. أنا بتسأليني هلق شو خلاني أطلع بمظاهرة بال 2011، بقول لك ما بعرف، يعني ما في أي شيء كان بيخليني أعمل هذا الشيء ولا أي شيء، يعني إلا أنه أنا بعرف أنه ممكن موت بس، ومع ذلك طلعنا. فهو ما لازم يكون في أسباب بتخليني بتدفعنا لأنه نحلم، لأنه الحلم هو أساسا بيجي من فراغ. فعن جد لازم، يعني ما بعرف، مو لازم نعمل أي شيء، بس بدي أقول لك هيك بلشنا، وما كان في حلم فينا نحن اللي فينا نصنع أحلامنا. وقفوا هنا. صح، يعطيك العافية يا أستاذة علا. بدي أشكر الجمهور. أنا لسه معايا 34 سؤال، بس الوقت ضيق، بس الأجوبة موجودة، تقريبا كل الأجوبة موجودة في الملف على الرابط revolutions.bell.de. أنا بدي أشكر طاقم مؤسسة هانغيش بيل، خصوصا أنيا وزندرا. بدي أشكر مكتب تنظيم الورشات في مؤسسة هانغيش بيل. بدي أشكر المترجمين والمترجمات، طبعا الطاقم التقني هنا معايا. وبدي أشكر رامي الخويلي، علا الجندي، ومنى سيف. بدي أشكر ديالا بريسلي، والحقيقة أنتم وأنتم الأمل. أنا بعرف يعني شوية باثيتك، بس أنا يعني كلمتكم وبقولت مع نفسي ثورات مستمرة، بس نفس الوقت ما فيش الورا، يعني اللي حصل حصل، و إن شاء الله نفرح بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح وسناء سيف في أقرب وقت. ومرة جاية نشوف بعض شخصيا هنا في برلين ونحتفل. وشكرا مرة أخرى. شكرا لك محمد ولكل حد. سلامي للماما. شكرا رامي وعلا، شكرا لكل حد. شكرا وإلى اللقاء. باي باي. مع السلامة. باي باي.